مشاهدينا مساء الخير. بكل الأزمات اللي من حولنا الليلة بدنا نهرب إلى المستقبل ونحكي عن التحولات اللي عم نعيشها وعم تخدنا إلى أماكن جديدة. سلسلة رصد التحولات أو رادار التحولات بالإذن من إلي سليمان بلشناها من كذا حلقة. الليلة رح نحكي عن التوجهات الجديدة بالتلفزيون والبرامج وعن ثورة أوبر بعالم التاكسي والسيرفيس. وبما أنه بزمن التحولات بيكون في ضحايا ومقاومة، جربوا ما كتير توقفوا بوجه التغيير، ما كتير تشدوا، لأنه إذا صار في مشكلة ما في محلات بالمستشفيات. منشوف العناوين. الليلة في بلا طول سيري، أزمة في مستشفيات لبنان، لا أسرة شاغرة في المستشفيات، فماذا يفعل المرضى؟ وماذا يقول نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون؟ في رصد التحولات حولنا بعد اي ام اس وايربورد، هذا هو اوبر لمن لا يعرفه بعد. لما عرفت الشركه اني انا جيت على الوزاره بالاخص وجيت عن نقابي وقفوني عن الشغل. تطبيق هاتفي يحدث انقلابا في عالم سيارات الاجره، هكذا صار كل مواطن سائق تاكسي، وهذه هي ردة فعل نقابة السائقين العموميين وأصحاب شركات سيارات التاكسي. بكرة بنذهب لتجمع السواقين قدام المكاتب تبعهم ويكسروا لهم الشفرية للمكاتب وشو بدهم يعملوا يعني. تجارب الأداء مستمرة مباشرة على الهواء في كواليس البرنامج. هي أنه يأثروا على الجمهور إيجابيا وهذا الشيء ما عم بيصير. بعد أميل الليلة إدمو وشبح الكواليس يطل للمرة الأولى. مرحبا، أنا اسمي نور وحلمي أنه أعمل اجتماع مع وزير التربية. الليلة أيضا في بلا طول سيري سيجنتشر، المشاهدون يساعدون المشاهدين في تحقيق أحلامهم ضمن جديد فقرة دريم ماتشر. كل هذه المواضيع وأكثر من الليلة في بلا طول سيري. للمشاركة في البرنامج مباشرة على الهواء 01-48-48-80، الخط الساخن 71-106-111، zavenonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وإنستغرام. بما أنه موضوع التلفزيون طاغي علينا بهالحلقة، خلال تحضيرنا لحلقة الأسبوع الماضي ونحن وعم نشاهد التسجيلات القديمة لتغطية تحرير صيدا من الاحتلال الإسرائيلي بسنة 1985، طلع معنا لقطة للأستاذة نعمة عزوري، هي وبمرحلة عملها كمذيعة ربط على تلفزيون لبنان. إذا عم تسألوا حالكم شو يعني مذيعة ربط، يعني أنتو بأوائل العشرينات وهيدي هي مذيعة الربط. مع الحلقة الثالثة من يوميات الجنوب، حيث سنكون مع ريبورتاج كامل ومفصل عن انسحاب القوات الإسرائيلية من صيدا ودخول الجيش اللبناني إلى المنطقة. كما سنعيد بس هذه الحلقة في فترة قبل ظهر غد الأحد وخلال اليوم التلفزيوني الطويل الذي يقدمه تلفزيون لبنان، وذلك في تمام الساعة 10:10. بالنسبة إلى الفقرة التالية لهذه السهرة مع البرنامجين الأول والثاني، نبقى الآن مع محطات ومواقف قيادات سياسية وروحية حول دخول الجيش إلى الجنوب بعد المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، ونبدأ هذه المحطات والمواقف مع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد. هالفيديو من سنة 1985، وانتبهوا مع موسيقى، هيدا من مرحلة قبل انتقال نعمة عزوري إلى عالم الأخبار وتقديم نشرات الأخبار. مذيعة الرابط كانت من أركان التلفزيون بلبنان لسنوات طويلة من بداية التلفزيون بال 59، وكانت شغلتها تخبر المشاهدين شو هي البرامج اللي رح يشاهدوها خلال السهرة. أشهر مذيعات الرابط بلبنان بالثمانينات هن جابي الطيف، ريما نجم، ليليان أندراوس، جيزيل حبيب، قبل ما ينتقلوا إلى إعداد وتقديم البرامج. انتهت هالوظيفة من شي 6 سنوات بلبنان. آخر مذيعة ربط على الـ LBC هي فادية دقماء، وظهرت للمرة الأخيرة ب7 كانون الثاني 2010. أما على تلفزيون المستقبل فآخر مذيعة ربط كانت لين سليمان، وظهرت للمرة الأخيرة على الشاشة ب11 أذار 2012. بعتقد لين هي آخر مذيعة ربط بلبنان. إذا حدا عنده أي تاريخ تاني يشاركنا فيه. هون بحب شير إلى أنه تلفزيون المستقبل كان التلفزيون الوحيد بلبنان اللي اعتمد مذيعين ربط شباب
ببداية التسعينات، وكانوا الزميلين ميشيل أزة وجوزيف حويك، بوجه لهم تحية. بغرفة العمليات لليلة، وبعد شوي رح انتقل إلى غرفة العمليات إلى الكواليس، عنا اجتماع طوارئ لنحسم موضوع فقرة جرة أميل الجديدة اللي بدنا بهالحلقة نقرر إذا منمشي فيها أو لا. هنالك جدل حول هالفقرة اللي يبدو لفتت الأنظار، كتير ناس حبوا شخصية طالب الإعلام أميل بوديوان وكتير ناس ما حبوها، كتير ناس حابين الفقرة على جرأتها وصراحتها، وكتير ناس حاسين لزوم ما لا يلزم انه لشو ما في داعي. حتى نحن بيننا بفريق الاعداد في خلاف بوجهات النظر، وهالشي كان واضح من خلال فيديو المشكل المسرب من غرفة العمليات بنهاية الأسبوع الماضي. بيشاركنا الاجتماع الليلة لاتخاذ القرار الكاتب بموقع المدن روجي عوطة وصاحب شركة إن ميديا للإنتاج التلفزيوني إيهاب حمود. استراحة ونرجع بعد الفاصل. تجارب الأداء مستمرة مباشرة على الهواء، وفي الاستوديو شبح، هذا هو فانتوم اوف ذا اوبرا. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80. لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71 106 111. إذا أهلا وسهلا فيكم غرفة العمليات بهذه الحلقة. ياب حمود ورجاء عوطة، أنتم اليوم عم بتشاركونا بآرائكم بهالاجتماع الحاسم لنقرر شو بدنا نعمل. بتعرفوا شو عم بيصير أو بعطيكم فكرة؟ نعرف. طيب عطوا كارول شو عنا؟ هلا أنا رح أعطيهم جدول الأعمال، بس بالأول ما فينا ما أسأل سؤال عن الفيديو اللي تسرب الأسبوع الماضي. يعني نحن بالفريق عمل ضجة انه مين سرب هذا الفيديو وليش تسرب واسئله كثيره يعني، وناس كثير سالتنا عنه وناس دقت لنا تتسالنا عنه. ما بعرف اذا حدا بده يجاوب ولا بتحبوا نجاوب باجتماع مغلق كمان على هيك سؤال. ساعتها بنرجع بنسرب. يبدو انه ما بده يجاوب، فرح احكي بجدول الاعمال. جدول الاعمال اليوم بدنا نقرر عن ثلاث دمويات رح تصير بالحلقه. اول وحده اميل، هيدا ثالث مره اليوم معنا، رح تعمل ثالث دمو، رح نقرر عليها شو الملاحظات، رح تبقى ما رح تبقى. ادمون اليوم رح يعمل اول دمو، وكمان معنا اول دمو بتنعمل، يعني هاي فكره جديده اللي هي شبح غرفه العمليات، فانتوم اوف ذا اوبرا مثل ما بتحب انت تسميها. كمان هيدا دمو بدنا نقرر عليه ونعطي ملاحظاتنا. اوكي، هلا بس خليني اقول، نحن ما عم نقيم اذا فقره اميل او فقره ادمو منيح او مش منيح، لانه هيدي بعدنا بالمرحله التجريبيه. ما لازم يكونوا منيح لانه بعدهم عم بجربوا، ونحن مش متدخلين بالقرارات التحريريه اللي عم ياخذوها، عم نترك هن يقرروا. نحن اليوم عم بدنا نقرر من حيث المبدا اذا بنعمل هيدي الفقره او ما بنعمل هيدي الفقره. هلا نحن بالكواليس اجمالا عندنا بكل اسبوع مثل ميديا ووتش او ميديا بوليس، بنحكي عن اهم شيء صار، مثل ما بنحكي اهم شيء صار بالسياسه بالاقتصاد بالاجتماع، ومنه بنكون عم نقرر شو المواضيع الاساسيه اللي رح ننقيها نحكيها على الطاوله. فنحن قرارنا اليوم هل بنعمل قصه التلفزيون فقره لحالها لانه هلا دارجه التلفزيون عم يشهد التلفزيون، او لا بنتركها باطارها مثل ما هي. بعتقد اميل سارونيكي صار بمحله. شو الفرق بين الثلاثة؟ كمان هيدا مهم نقوله. الفرق بين الثلاثة، إميل عم بيعطي رأيه بالبرامج، بمضمون البرامج ببعض الأوقات أو ببعض الأغلاط يلي يعني عم بتصير على الهواء. إدمو لا، عم بيراقب السوشيال ميديا كيف عم بيشوف هيدي البرامج وكيف عم بيكون تعليقهم عليهم بشكل سريع. وشبح غرفة العمليات عم بيراقبنا نحن وعم بيعطي رأيه بالحلقة السابقة دغري يلي صارت. القناة 5 بالتلفزيون الفرنسي عندهم بروجرام اسمه سيتابو، بينطلق من هذا المنطلق، يعني بعلقوا على حلقة سابقة، بياخد لقطات بحطها بإطار جديد بشي مختلف، بيركب عليها سيناريو، بيعملوا فقرة بآخر البرنامج بس مختلف عنا. هن بيقولوا بألفوا قصة عن جسد، بيعملوا سيناريو جديد. نحن لا، نحن شبحنا بيعلق على مضمون. كيف بيعملوا قصة؟
يعني بياخذوا لقطه صارت بحطوها باطار مختلف بعلق عليها وكانه خبريه جديده، يعني مش مثل ما هي صارت تماما. يعني مثلا نحن عم نشوف هون في مشهد مثلا اعتبر بيكون واحد من القاعدين بغرفه العمليات وهون هن كمان عندهم شيء بيشبه غرفه العمليات، اعتبر عنده صوره بقره هيك عم بيعمل لها، بيجي الفانتوم انه بصير يالف خبريه شو عجبته البقره بالصوره او اوكي، يعني بيركب صور من برات الكونتكست تبعها وبيعمل عليها قصه بس بنكون شايفينه على الطاوله مش شبح. ايه مش شبح، نحن اللي عندنا هو شبح ما حدا بيعرفه، حتى نحن ما بنعرفه. ايه بالفريق ما حدا بيعرفه، الشخص الوحيد اللي انا بعرف اسمه بس ولا مره ملتقي فيه، وهو كمان هلا عم يحضرنا بده يعرف اذا بده يكفي معنا او لا، يعني حسب الشيء. وكمان بقصة الشبح ما تدخلنا بالمضمون، ايه ما تدخلنا بالمضمون. وكمان اليوم في قرار كثير يعني اساسي كمان بدنا ناخده بموضوع الشبح. في علق على شيء؟ ايه تفضل. من البداية بقول لك اعملوا الفقرة نرجع بنتناقش بالمحتوى تبعها بعدين. اوكي اي وحدة الشبح؟ لا فكرة انه يكون في شيء بتعلق على التلفزيون. ليه هذه مش فكرة جديدة، فكرة كثير قديمة، بس هلا السقف تبع الحريات اعلى صار بيسمح لك تحكي اكثر. على كل الاحوال نحن ما تفضل انه برايك انت كمان سؤال مع انه هل هو هذا له علاقه بسقف الحريات او له علاقه بازمه التلفزيونات او ازمه الميديا يعني بمطرح؟ لا انا بس بدي اوقفكم لانه هيدا النقاش بدنا نعمله معكم باخر الحلقه بفقره مستقله عم نناقش فيها موضوع التلفزيون يناقش التلفزيون. قالت بالنسخه الفرنسيه مين عم يقدمها؟ عن ماري لابيكس اسمها المقدمة تبع البرنامج، بس هو اللي بيقدم هذه الفقرة اسمه ماتيو نويل. اوكي، ومين كنت عم تقولي لي شايلينهم؟ التلفزيون، عشرة التلفزيون. نحن بس نحن مش بس نحكي عن التلفزيون اللبناني، بحكي التلفزيون الفرنسي. نهار السبت الماضي كانت آخر حلقة لإله لجوليان لوبيرس، للأسف بعد 28 سنة قدم في خلالها برنامج كيستيون بور ان شامبيون على القناة 3. يعني ما بعرف عم بيصير في كثير تغييرات بالتلفزيون الفرنسي، وعملت قضية هلا البرنامج بقي في مقدم جديد عم بيقدمه. ايه بلا افكار من طيب بنشوف جردة اميل. اميل وين؟ اميل جاهز ماشي الحال؟ انا ماشي الحال. يلا تفضل اميل. اسعد الله مساءكم. يمكن لو طلع عليه اليوم على الهواء وقال هالجملة رح تشتت الدنيا عليه انتقادات وضحك، مع انه من زمن مش كتير بعيد لورا كانت هالجملة عنوان مصداقية. الزمن تغير والتيفي تغير معه، صارت المصداقية مش يعني شو الصح بس يعني شو لازم ينقال، والصح بيمنع نقوله وبيحدد مين يقوله. انا اميل وهيدي الجردة وما بدي اقول شو الصح، بدي اقول اللي لازم ينقال. هالجمعة اخترنا بروجرام احمر بالخط العريض بغنى عن التعريف اكيد. من هلأ لمئة سنة لقدام العالم رح تضلها تحب تحكي عن الطابو وتشوف اشياء ما بتشوفها عادة كل يوم، بس مش مسموح بعد كل هالسنين على الهوى يطلع بروجرام يحكي عن موضوع هالقد مهم بهالقد سطحية. انت بتاخدي سيلفي؟ بتاخديها بأي طريقة؟ بحس انه حالي كتير حلوة وبخد عن طبيعي عالي، واحلى شي بحس انه منخاري كتير حلو بوجهي. بتجربي تبعدي او متقربي كتير؟ لا بالعكس بقرب ليبين مزبوط. انه حلقه عن موضوع هالقد مهم مثل المظهر الخارجي وتقبل الجسد اللي هو اليوم هاجس معظم طلاب المدارس والجامعات. بنحكي عنه مع مره ما بعرف قد عمرها جاي تقول انه هي مرتاحه مع منخاره. مع احترامي للمدام بس مش هو العالم اللي بدي اشوفهم، بدي اشوف بنت بالترمينال جاي تقول انه هي بتعمل عمليه تجميل وهي ما بها شيء. والراي العلمي كثير حلو نسمعه اكثر من دقيقه ونص قبل او بعد الاعلان. خرجت مساء بتاريخ 20/1/2006 مين هي؟ بنتي، حياتي، روحي، كل شيء بالنسبة لي. صغيرة البيت. خليني شوف. جدي بنتي. ما بعرف إذا البروباغندا بعدها عم بتبيع، بس إنه يطلع برومو في مدام عم تنهار على الهوى إنه بنتها ضايعة وجاية تطلب مساعدة أكيد رح تأثر، بس بذات البرومو تبرم الصورة وتطلع بنتها بسينة؟ ليه؟ يعني مع احترامي لحقوق الحيوانات وكل هالاخبار، بس في مواضيع كثير مهمه ما عم نحكي عنها، لنحكي عن بسينه ضايعه او مره قررت تغمر كلب محل جوزها. يمكن هذا بيقطع قدام هالفيديو. روكي وضع خاص، بينام على التخت عم خديتي بيني وبين زوجي. خط فاصل يعني؟ ليه انت ما بتغمري جوزك؟ ليه بدك روكي؟ كل واحد له شيء. بتفضلي يعطيك جوزك او روكي؟ ليش عم تحرجني؟ ليك هلا صراحه روكي.
بس بعدني ما عم بفهم ليه برنامج اجتماعي بده يضحك العالم. مش وظيفتك تضحكني اصلا. فيك تضحكني وفيك ما تضحكني، وفي اشياء بتضحك واشياء ما بتضحك، بس المهم انه ما نضحك على الجمهور. برنامج احمر بالخط العريض وغيره من البرامج عندهم مسؤوليه كثير مهمه، وهي انه ياثروا على الجمهور ايجابيا، وهيدا الشيء ما عم بيصير. فيكم تشاركونا رايكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي وانا بشكركم. غير انه ما رح تترك لي صاحب، بس انت هون اللي عم تعمله ما عم تحكي على البرنامج، عم تحكي على ضيوف سرق. اللي هو البرنامج باكج، ما في احكي عن البرنامج، احكي مثلا عن البرومو تبعه، ما يكون عم بحكي عن الضيوف او المقدم. انا لو كنت شايفه تفضل خليني بدك تقعد محلك. لا فكرت كل مره. بس لو انا كنت شايفه هيدا مثلا ما كنت بمرقه، لانه في هيك علاقه بين الزملاء، وبعتقد هيك شوي يعني انا ما بحمل هيدي الفقره اذا كل جمعه بدها تصير وهالقد بدها تكون قاسي تجاه. ليه ما بتحملها بهاي الفقرة وحملتها من فقرة الجمعة الماضية؟ بجمعة فقرة لا كمان ما علقت هيك مالك. ما علقت هيك تعليق الجمعة الماضية. بلكي مالك إله معزي. هلا مالك إله معزي أكيد. بس إنه عم بحسبها إذا كل جمعة بده يمرق هيك ما يعني هلا أكيد ما رح يبقى ما رح يبقى لي ولا صاحب. ما حيبالك حدا بالمرة. ما رح يبقى لي حدا، بس بنفس الوقت هالآراء كثير بسمعها، يعني إن كان بسمعها مع طلابي بالجامعة وبسمعها بالشارع وبسمعها. هلا في فكره اللي بحب ناقشك فيها هي قصه انه البرنامج الاجتماعي ما لازم يضحك. في نوعيه برامج اجتماعيه ونوعيه برامج حواريه شغلتها تضحك، وفي برامج حواريه بتكون جديه اكثر. بس هلا كل شيء عم يضحك حتى السياسي يعني اكثر شيء كمان. شوف قد ايه مرسيل غانم بيضحك مثلا مع ضيوفه وبيضحك. شو رايك ايهاب؟ شكل مضمون والفقر. بالمبدا انا مع انه عندك الحريه تقول اللي بدك اياه، بس وقتها بيعطيك التلفزيون الهواء تبعه صار عندك مصداقيه، لازم تكون قد للمصداقيه، فبدك تنتبه شو الكومنتس تبعولك. ليش؟ لانه انت ما عم تمثل بس حالك، هذا على يوتيوب بتعمله، على التلفزيون بدك تكون وقور اكثر، والكريتيسيزم تبعك او النقد لازم يكون مش بناء، في يكون هدام، ما عندي مشكل بالموضوع، فيك تقول اللي بدك اياه، بس انت عندك مصداقيه اعطاك اياها التلفزيون لازم تكون قدها. الكومنتس اللي قلتهم are very personal، كتير شخصيين منهم مهنيين. يعني مثل ما قالك على موضوع الضحك، نحن متضحك، والتلفزيون وقتا بيعمل برنامج اجتماعي بيعكس حالات من المجتمع يلي فيها الضحك وفيها البكي وفيها الزعل وفيها الفرح، فالضحك مش ممنوع، الضحك مش مسموح. كانوا ذكية كيف استعملوا البرومو تبعهم، هذا مش كتير غلط، هذا ذكاء، ما انت حولته لشيء سلبي ما كتير بوافق الموضوع. ف خليك عم تعمل اللي عم تعمله، بس الدروس اللي عم بتقدمه اكثر، لانه انت ما بقى بتمثل حالك هون. انت بس بتمثل سيري سيري وبتمثل تلفزيون المستقبل. يعني عندك مصداقية، بس حتى اذا عملنا له حمايه انه قلنا هيدا هو، يعني هيدا اديتوريال اكثر، هيدا رايي شخصي عم بيقدمه بالفقرة اللي بتحمل اسمه كطالب اعلام، بس بمثل بس لا ما في ما انت التلفزيون عم تعطيه انت المساحة لحتى يطلع يقول شيء مظبوط. هذا الشيء خارج يوتيوب اكثر، الاراء الشخصية لليوتيوب، لانه بس بتعبر عن الشخص، وقت بيطلع على التلفزيون بيعبر عن. بس هلا انت عم تقول راي شخصي، انا بعبر عن حالي، انا ضيف مني موظف بالتلفزيون. يعني اذا بدنا نمشي فيها بدنا نحط الضيف اميل بوديو. بس شو برايك مثلا النقد اذا ما بده يكون شخصي، اذا كان مهني مثلا؟ لا لا يعني لا، اقول لك شغله، في النقد يكون اكيد هو بينطلق من شخصي معين، شخصانيه معينه، بس بمحل اعطيك انت مصداقيه التلفزيون ما فيك كثير تلعب فيها. يعني ما في انا روح اي شيء بيطلع على الهواء لازم اعلق عليه بطريقه هدامه. طب بركي اللي انا عم بقوله غلط، وهو انا برايي عندي خبره صغيره بالتلفزيون في شويه اراء غلط بالتعليق. قصدك يكون مهني بالتعليق؟ بس هو انطلق في لا في في يقول محبات، في بحق له يقول محبات، بس وقت بيعلق على امور مهنيه انه كيف بيستعملوا البرومو يعني بهذه الطريقه. قصدك ما هيدا لازم تكون مهنيا الضحك كله بيعمل، كيف برنامج اجتماعي بيضحك، هذا منه شخصي، هيدا له علاقه بطبيعة عمل تلفزيون اجتماعي. أنت بدك ترفع إميل أنه صيغة أحمر بالخط العريض قائمة على أنه بيجيبوا ناس من الريف بعقلية أهل الريف وبيحطوهم بالمدينة
بنقاش له عليها بأهل المدينة. يعني هو البرنامج له عليها بكلاش بين ريف ومدينة، عم نشوفه على الشاشة. السلبية اللي فيه انه انت عم تضحك أهل المدينة على أهل الريف، إذا بدنا نلاقي له سلبية. في فورمات، في فورمات من هالنوع بالعالم، بس بنفس الوقت هيدا بيساعد الاثنين يتأقلموا ويتعرفوا على بعض. روجي أنت شو رأيك؟ شو تعرف؟ لا أنا برأيي اللي عم يقدمه إيميل جدير بالمتابعة، حتى لو كان هو نوع من التجربة، لأنه التجربة بالآخر ما فيك تقول غلط، فاشلة مش فاشلة، هي تجربة بالآخر يعني. وخاصة إنه هو عم يقول إنه ما بدي يقول الصح، وما ضروري اصلا يقول الصح يعني، لا الصح ولا يقول الغلط يعني، يحاول يكون بين هودين اثنين ويعطي وجهه نظر. وما عليه كمان بالاخر الشخص منه شيء معيب اذا ما راح بالاخر، اذا ما انطلق من الشخص اللي يروح على الشتم او على التجريح او واضح انه ايميل ما عنده هذا السياق وما عنده هذا المسار يعني. الا انه بمطرح من المطارح كمان بتنتبه انه إذا بسمح لنفسي أقول شيء على الأداء الحكي أو الحضور أمام الكاميرا، إذا كرمال يعني تمتن أكثر نقدك ومشاهدتك لأحمر بالخط العريض أو لشيء تاني كمان تكون أمتن أمام الكاميرا يعني كحضور، وكمان ما يكون في توتر، ما يكون في ردة فعل، يكون النقد يعني، وتاخد وقتك أكثر يمكن للتحضير، فبيطلع نشوف من كذا حلقة يعني، مش انه ايه اول ما فينا نحكم من حلقتين او ما بعرف قد يصلوا يعني، بس انه برأيي او فينا نعملها يعني، فينا نعملها بطريقة انه بينتقد او بيعلق على البرنامج ككل او على حلقة الاسبوع من البرنامج، هيدا كمان قرار بنا. انا برأيي لازم ياخد فكرة معينة او يشرح الحلقة كلها، مش تاخد لقطين يعني، لانه مش كتير معبرة بتكون هو حلقة الاسبوع مش البرنامج. هو يعني حلقة هالأسبوع اللي عند نحن بنكون طبعا فيه. لأنه الصيغة الثانية اللي كنا عم نشتغل فيها على يعني، نحن بموضوع إيميلي عنا ثلاث صيغ، رح ما حدا بيحبني أحكي عن الرادار، بس رح نحكي عن الرادار بالإذن منكم. يانا رادار، بتعرفوا شو رادار؟ أوكي رادار، يانا عمل صيغة رادار على الرادار يعني يكون إيميل عم يلقط أخطاء رادار، يا رادار مثل الرادار بيغلط بيلقط أخطاء على خلال الأسبوع، يا رادار على برنامج واحد. آخر شيء ارتقينا أنه نمشي على برنامج واحد وصرنا عاملين يعني هالجمعة وجمعة الماضي. كمان خليني أقول للمشاهدين هيك بس لأشرح لهم خلفيتكم، روجي هو يعني بيجي من مكان ككاتب بيطرح قضايا ثقافية أو قضايا يعني إشكالية فنية أو إلها علاقة بتحولات المجتمع، بينما إيهاب بيجي من محل إنتاج تلفزيوني. يعني يمكن هيدي خلفية كل واحد كيف عم ينظر لأمير. رودي أنت شو رأيك بما أنه نحن بدنا نتصور؟ رأيي أنه أمير بطل عم بيعمل تعليق، صار عم بيعمل نقد، والنقد له كتير خصوصيته وكتير له حساسيته. يعني برجع للي كان عم بقوله أستاذ إيهاب أنه بمحلات انه لازم يكون مهني اكثر، لانه النائد بيكون هو من اهل الاختصاص، بيكون عنده مهنيه اكثر. بطل يعني رحنا عن فقرته، اذا كنت عم تحكي عن رادار بطل تعليق صار نقد هيدا، والنقد مش اي شخص بيقدر يعمله، ولازم يكون عنده خبره اكثر. ايه لازم يكون عنده خبره، شكله يعني بيوحي اكبر. لا مش الشكل، لازم يكون عنده خبره اكثر بمجال التلفزيون وبمجال الصحافه ولاقط كل الامور لحتى يقدر يعمل نقد، والا خليه يعمل تعليق. بس هو مش طالب كليه اعلام؟ هو طالب كليه الاعلام. اوكي الجي بي اي تبعه 3.8 يعني متفوق يعتبر بالجامعه. بآخر هلا بس هي بالآخر بتصير كمان نطرح سؤال إنه طيب شو النقد الإعلامي؟ شو معنات واحد اليوم يجي يحضر حلقة من برنامج مالك مكتبي وينتقدها؟ شو أوكي. شو معنات نقد يعني بالإعلام؟ بدك تشرحها بكل يعني بده يشرح كل التفاصيل اللي كانت فيها، مثل ما قلنا إنه ما فينا نعلق على مشهد أو نعلق على برومو أو نعلق على تفصيل يعني ما يكون التعليق أولي من أول شيء منشوفه يعني، لنحس إنه في ريسيرش وفي بحث وفي زلمة قاعد وباحث، بده يطلع لنا جمل من الحلقة إنه هون هيك. وبعدين في سؤال تاني إنه بده يحكي عن الضيف أو بده يحكي عن ال لا بده يحكي عن كونتنت البرنامج كله، ليه بدك تفنن عن المحتوى يعني ما أنت عم تختار ضيوفك يعني بعدين ما فيك. انا برايي اليوم الاعلام كله من وراء اليوتيوب عم يصير شخصي اكثر، يعني حتى المذيعين الكبار عم يمثلوا نفسهم، بنلاقي انه كل حدا عنده شخصيته.
وعم يطبق هاي الشخصية على أفكاره وعلى البرنامج. فبالمبدأ ما عندي مشكل، وحبيت اليوم أكثر إنه عم نركز على برنامج واحد من إنه على كذا برنامج. من إنه على كذا برنامج. في حدا مشهور على اليوتيوب بيعمل هالنوع من النقد بس على فنانين أكثر. جوب غزالي. نعرف شيء عنه؟ مين؟ كان زميلي بالجامعة، كان معي بنفس الصف جو. أوكي. هي هاي بتعرفوا ترند على اليوتيوب انه حي اللي حدا بيعلق على حي هلا شفنا كمان حدا اردني، حدا اردني او فلسطيني يوزر جنريتد كونتنت، هذا تعرف لي كل العالم يعني. بس انا عكس راي علي، بفضل انه ما يكون على برنامج واحد، لانه مثل ما قالوا على برنامج واحد بدك تتعمق فيه وتدخل بكثير اشياء، يمكن اذا بتروح على فقرات لوحده ما لك مضطر لها. انا هالحلقه بدي بالاذن بدي العب دور محامي الدفاع عن امير تكفر. لا بس بغض النظر، انا ما هلا الراي اللي راح اقوله امير، انا اليوم شفتك احسن بكثير من الحلقتين الماضيين، يعني في كثير 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 تحسن. اذا شفتها بالبيت ما بعلق عليها تعليق سلبي، الا انه بقول انه بدها ريسيرش وبدها بحث اكثر الفقره، يعني بس انا بفهمه لامير حتى على عيني، يعني بده يحط على عيني انه انا هيدي الجمله شفتها انت ما شفتها. مش انه بس يعلق على البروموشن، انه انت اللي فرجيتني اياهم كوميون او كل العالم علقت عليها، بس انا يعني هلا على صعيد شخصي بفهمك، لانه هيدي يعني هاي الجمعه كمان كان عنده قصص بالجامعه وهيك، بس انه في كثير تحسن. بس ايه بدك تعمل على شو طارق سويد؟ كنا ايه بالاجتماع بس انه تسربت، فقلت رح طارق يظبط وضع الجمعه فغيرنا. طيب نمشي فيها ما بمشي؟ انا قلت لك قبل دائما امشي بس كله بيتصلح. امشي طبعا. لا طبعا انت بتمشي فيها. انا بمشي ايه بس بدي يحضر اكثر، والا حنكون عن جد يعني ما بنعرف نعطي راينا. هيكون في وقت الفقره 3 دقائق. بدها تحضير اكثر، والا حنكون نحن كمان قاسيين. ايه ما هي هي كمان قصه الوقت. طيب بنعملها فقره لحالها او بنعملها ضمن هون الطاوله؟ انا برايي نعمل برنامج خاصين هيك يعمل. طيب عندنا ادمو الفقر، يعني هلا بما انه 3 فقرات ادمو بده يعملنا سوشيال ميديا كيف تنظر وافهم. بدك توقف هون او هونيك؟ لا هون يلا. ميرورينج للسوشيال ميديا. ميرورينج الميرورينج بعد شوي بدي اسالكم على الميرورينج، لانه الميرورينج كثير غير. طيب ادمو ادمو قلنا بدنا نعطيه كاركتير، هو ادمو من زحله. انت من وين؟ انت كمان عندك لهجه قويه. ايه كمان من زحله. من زحله؟ من وين من زحله؟ ريه. هلا انا بقول امه رايه حيكون موضوع اكيد هلا شخصي ادمو. وهذا الشيء النابج من لف عبادنا هلا بيشبه نجيب حنكش. نجيب حنكش شخصيه تلفزيونيه كثير شهيره بالستينات، كانت يعني ميزتها بتمزح وبتحكي زحلاوي، وهو في شيء منه يعني هذا الطول وهال هلا لا قلت له يعمل الفقره مع لهجه زحلاويه. على كاميرا بده يطلع هذه وين هاي؟ أوكي. بس انا ما بعرف لهالقد اخذين فكره عن اللهجه الزحلويه، كثير قريبه على اللهجه البيروتيه يعني. بس كان في كلمه بتتغير. يلا تفضل. هلا الميرنينج مساء الخير بالميرنينج للسوشيال ميديا هالاسبوع رح نبلش بالفقره الجديده اللي انزادت على نشره الاخبار بالجديد، هي المؤخره. انزادت مؤخرا هيدي الفقره، وكمان بتاخذ طابع انتقادي للمواضيع السياسيه والاجتماعيه، وبيتقلد فيها مقدم هذه الفقرة المقدم الأمريكاني جون ستوارت. لنعرف أكثر عن شو عم بحكي خلينا نشوف الفيديو. الحلقة رح نفند خطاب السيد حسن نصر الله. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بدك طيب يا صح. السيد حسن فوق رأسنا كلنا. كيف نعرف يحكي عن السيد حسن؟ أنت واحد عميل. Where Israel? What? Israel isn't supposed to defend itself? Oh, yeah, if Mexico bombed Texas, will we exercise free trade? What other country held to the same standard as Israel that wanted to destroy our territory? 4,000 years later, it was the only democracy in the Middle East, you self-hating Jew? يعني هون رامي الأمين ما عم بيتقلد فكرة الانتقاد، بس عم بيتقلد طريقة الانتقاد، كيف بيبين أشخاص وكيف ما عم بيخلوه لمقدم البرامج ينتقد مواضيع حساسة. أوكي نكس. تاني برنامج رح نحكي عنه لهذا الأسبوع هو مين بيعرف على الام تي في، انعرضت أول حلقة نهار الأربعاء للإعلامية نادية بساط، والبرنامج إجا بوقت كانت الشاشة بحاجة ل برامج تسقيفية وترفيهية بنفس الوقت. أعطيني لهجة أكثر، بدي لهجة، أعطيني، بدي أحسك زحلاوي 100%.
هيك اللهجة الزحلوية عم بحكي. طب زيدا يعني استعمل كلمات هيك، شوف كيف هو عم يحكي، قلك شي جملة. زيدا. اوكي. بنفس الوقت كان البرامج حصل على معظم ردود الفعل الإيجابية، وشفنا كمان الصحفية اللي كانوا بهذا الأسبوع عم بيتفاعلوا بطريقة ما منشوفها فيهم قبل، وكمان حصل على ردود فعل سلبية قليلة كتير، كيف أنه كان في شوشرة بالبرنامج وكانت الطاسة ضايعة مثل ما بيقولوا، وكان في كتير حركة على السات. ثالث برنامج مبروك لنادي على فكرة، مبروك. حلو البرنامج. ثالث برنامج رح نحكي عنه لهذا مرق بهذا الأسبوع هو The Voice Kids، والمعروف أنه سرق هذه الحلقة هو الطفل أحمد السيسي اللي عمره 7 سنوات بس. الفيديو البرفورمانس تبعه انحط على يوتيوب وحصل على أكثر من 10 ملايين فيوز، وشفنا كثير في تفاعل إيجابي معه للصبي والنقد إيجابي، ومش بس نقد، مش بس أخذت موهبته الردود فعل إيجابية، كمان طيبته وكيف دخل عقلوب كل المشاهدين أخذت ردود فعل كثير إيجابية، وكثير حصل على دعم على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا. هلا هو عم يحكي كنا عم نشوف التويتس هون، تفضل. بس ما شفنا كتير، يعني انا كان بهمني تقلي مثلا احمد، لانه هلا قريت الاسم احمد قال هيك، قال شو هالبرنامج الحلو، سميرة قالت شو هالبرنامج البشية، ونشوف التويتس معك. رامي الامين مساء، اول شيء ما قلت لنا شو قال السوشيال ميديا عنه، مع انه هو فيه يعتبر فضيحه مثل هي فضيحه إيه سربتها اصلا، تسرب على السوشيال ميديا يعني. بس يعني بما انه صنعتها السوشيال ميديا لهيدي الخبريه لازم تقلنا ولا فلان، يعني كيف قبل بمره عملت لنا. بس انت هلا جاوبت على حالك، انه بمجرد انه تسرب هذا الفيديو يعني الاشخاص على السوشيال ميديا لاحظوا انه في فرق وانت بس دائما بده يكون انطلاقتك السوشيال ميديا، مش انه هيك مش خبر، ولا كنت انا بقوله كخبر بهذه الحلقه. أنا يعني كان لازم كل شيء تقول لي اياه من خلال خبرنا اياه عبر السوشيال ميديا. خلينا نشوف ضيوفنا شو رايهم. قلتهم انه هو لا انه اتسبات انه كان عن السوشيال ميديا كيف تعاطت مع هول برامج، ما كثير شفنا السوشيال ميديا. ونصيحه لك ادمو احكي على مهلك، لانه السرعه بتخليك تغلط. بس الحلو انه ما عم يقرا يعني انا عم ما ما هو ما هو ليك نحن كيف بنحكي هون لازم تحكي اول مره ما في اول سنه هو بالاعلام. بعدين مثلا لهجته اجمل البقعيه. لا هلا عم تعمل لنا مشاكل. احكي قول حي الله شيء بس قول. انه انا برايي ما ليش علاقه باللهجه، يعني لها علاقه اصلا اللي عم يقدمه ما له علاقه لا باللهجه ولا مثل ما قلت لنا انه قصه زحلويه وما بعرف شو. انا اللي شفته انه حدا عم يحاول يعمل نوع من الانسامبل انه حول السوشيال ميديا وما بعرف شو، بس ما شفنا هذا الشيء. هيدي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه انه انا برايي هيدي كلها الخبريه انه والله التلفزيون شوف السوشيال ميديا بشو عم يملتهي وشو عم يعمل وشو عم يتفاعل، كمان من الاساس بلا طعم يعني بدون معنى. ما بتضيف شيء على شيء، يعني شو بدك تقول؟ يعني السوشيال ميديا اليوم والله ملتهب فيه عنده عم يطرح قضية فلان فلان، ايه اوكي طيب ما كنا بنعرف يعني شو. بس كمان ما فيك تلغي دور السوشيال ميديا، لأنه بخصوص ما فيك تلغي السوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا ما ناطرة فقرة على التلفزيون لا يكون عندها دور، ما هي دور قائم بحد ذاته، جسم قائم بحد ذاته وماشي، ما ناطرة التلفزيون هنا نوع من يعني عفوا، بس هو نوع من إذا بدك تطفل الميديا ما قبل موقع التواصل الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي لتقول انه انا بعد عندي دور. تذكرت شغلي عن قصة التطفل، انا بتذكر مرة كنت كاتبة تويت على سير كمان طارق السويد، لا هشام حداد، كنت كاتبة تويت شيء على تويتر ومعلقة على موضوع منتقدته، فجأة ما بلاقيه الا انه حط لي اياه على التلفزيون وقاعد ينتقدني، لا بعرفه ولا لا بيعرفني، هي من شي 4 سنين يعني، لا من قريب ولا من بعيد. هيدا انا كمان بعتبره تطفل يعني. هلا انت وهيدا انا ما بقبل. وقتها لما صارت ما انبسطتي انه اسمك على التلفزيون؟ لا بنبسط انا. اوكي انت بتطلع على التلفزيون، بس اذا حدا ما بيطلع على التلفزيون هلا في ناس بتعملها، في ناس بتستخدم التويتر للتلفزيون ينتبه لها. النظريه ايهاب انت عندك خبره بهذا المجال اكثر، النظريه انه العالم بتعمل شيء على السوشيال ميديا لتلفت نظر. عم بقول لك في ناس بتعملها قصد طبعا، ووقتها اصلا عملت التويت ما عادت لا ايه صح كيف؟
لا انا ما عملتها لإلي، انا ما عملتها لإلي بس عملتها للناس اللي عملتها، يعني عملتها حدا يعمل علي بيطلعي مش طايق حتى لما عملت التويت بطلت إلي. بس بطلت للتلفزيون مش هيطلع هو يتمسخرني، اعتبر اذا تمسخرني ما بتذكر يعني اوقات طريقه تناولها للتويت اوكي بالمسخره يعني بيتمسخروا على الشخص بيتمسخروا على المضمون ساعتها بتصير سلبيه، تكون هي كتبتها ايجابيه بس بيطلع واحد مثل شو اسمه هشام هلا انت عم تزنخ او لا مش عم تزنخ بس لا انه هو بيسمح لحاله يتمسخر على كل العالم فلازم ياخذ نقد يعني الى حد قول بلا طعمه يعني هلا ضيعتوا لي وقت ده هلا عم نحكي عن ادمو كنا ادمو يعني انا كنت بحبك بحب شوفك مرتاح اكثر لانه انت ضيفنا دائما بغرفه العمليات يعني ادمو كان عم يعمل استاج عندنا من الجامعه وقد ما حبيناه قلنا له خليك فانت كان فيك تكون مرتاح اكثر يعني انت كنت كثير هلا اول مره ولايف وما فينا ما في كذا وحفظه الكاميرا الى رهبه طيب خلص انا ما رح اعطي رايي لك بس في عنده مشكله اعداد لازم دائما من وجهه نظر السوشيال ميديا يعني انت ما بدك تخبرني بدك تخبرني شو قالوا السوشيال ميديا اذا بدنا نمشي فيها او لا يعني بدنا نزلت ما عم بيعملوها الام تي في بنشط الاخبار ومش بكل ريبورتاج على الاخبار عم بحطوها سوء اقترح بقول له لا بديش ارجع لا وكان ابجريد الفكره يعني نطورها للفكره فكره فكرتك ما رح نمشي فيها فكر لي بشيء فكرتك ما تطورها ما بيغلط يلي ما بيعمل شيء طيب رامي الامين شو رايك ايهاب كوبي بيست هل ليك ما بعرف صراحة بس في كتير أفكار بتتشابه نحن بس هيدي لا هيدي وطة وعلى ورجع وطة وعلى أنا وقت حضرت لايف على التلفزيون وصل المساج مزبوطة للي كان بده يقوله يمكن جون ستيوارت عاملها فاين ما بعرف إذا رامي كان مقلد ولا لا 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 اكيد بس هي بطل في ابداع ما يعني. بطل لا اكيد بطل نفس الكار نفس العين حتى البنت اللي واقفه ورا المساج يعني كان انه الغرب يعني اكيد متقدم ما عم نقول لا بس انه مين قال انه لازم يكون ما في ابداع ما في ابتكار يعني كله بدنا نعمله كوبي خاصة الجديد اللي دائما بتطرح نفسها انه هي المبتكره وهي السباقه وهي اللي حكوا على رودولف كيف لاقي اسم الفقره كثير مستفز وسقيل روجيه شو رايك بالنقل هالنوع من النقل هذا موجود يعني انه حتى برامج قامه بحد ذاتها هي نقل عن برامج موجوده بس انه هلقت فكره محدده انا برايي خدمت الهدف تبعها هي المشكله انه مش بهذا البرنامج مشكله عامه اكثر يعني بكل شيء انا رايي بالموضوع انه في انا معي يكتبس فكره حلوه لانه فكره جون ستيوارت حلوه بس كان لازم يبني عليها ويطورها بمعنى يعني يفرجيها ويقول والله مثل هيدي عنا مثلا او يحطها بعد بده يبني عليها يحطها بعدين يعني انت بدك انا باخذ فكره ببني عليها بلبسها وما بكون يعني ما بقول انه اكيد ما حدا رح ينتبه له لا هو كان لازم يعطي كريدت للاوريجينال اللي عمل الفكره اللي هو جون ستيوارت لو ما زاد عليها يعني حطوا ريفرنس او في اللي عملوا ترجمه انه والله هذا البرنامج يشتروا الحقوق يعني بالنتيجه في عنده جون ستيوارت 100 واحد بركي قعدوا وعملوا برين ستورمينج وفكروا بهذه الفكره لانه مش لك موضوع الحقوق الملكيه الفكريه موضوع متشعب وكبير من يملك الفكره ايه. علي انت شو رايك سرقه او سرقة واضحة يعني مش منا اقتباس منا مع ضد سرقة بس انت مع هالنوع من السرقات او لا لا ضد ضد رودي الغريب بالموضوع انه هيدي الفكرة اللي عاملها جون ستيوارت من اقل من سنة كانت موجودة على السوشيال ميديا وكلنا شفناها يعني منا انه الغريب انه يكون رامي الامين ويكون النيو تي في مش اوريدي شايفينها وعارفين انه العالم شايفتها يعني شو المقصود انه مش انه هلا عملت شوك انه فجاه شافوها العالم اوريدي شايفينها بنسختها الاجنبيه وانعملت هن ما فرقانه معهم هن هلا في وجهه نظر ثانيه بتحكي عن السرقات انه بما انه اللي سرقه مناسب جدا اللي بده يقوله ف إيه انا هيدا اللي عم اقوله انه عجبته الفكره يستعملها يعني اقتباس 100% يحط بدون ما يحط انه هذا الريفرنس لا في حتى يعني انا مثلا لو كنت وإلا عبالي اعملها كنت بستعمل هيدا الفيديو وبرجع بقول مش بس بامريكا عندنا كمان وبربطهم وبعملهم ما انت بدك تبني اذا كلنا بدنا نسرق من كلنا يعني ما رح نتطور هون منحور ومنظور نرجع للمهنيه يعني ناكد نفس النقطه يعني. ضد او ما أو لا انا ما بس مثل ما قلت انه بابياج جديد اوكي هلا عندنا اخر سوري بعتذر بس ما رح يمشي حالك
بس بتضلك معنا. اوكي. او فيك اذا مثلا بشي اذا في شي جمعه اذا يعني بدك تعلق على شيء من خلال السوشيال ميديا فيك علي بما انه هون مراقب السوشيال ميديا فيك انت كمان يكون عندك يعني مداخله بشي لفت لك نظرك من دون ما تفتعل انه اوكي وعلى كل الاحوال فيك كمان تطور هذه الفكره يعني اذا مرت الجاي او خلال الاسبوع قدرت تعمل لي اضافه عليها انه انه هيدا التطفل على السوشيال ميديا كيف عم تنظر على الميديا التقليديه على التلفزيون اللي عندنا فيك تناقش الموضوع بالجامعة اذا بدك مع حدا من المعلم معلمينك او اللي هو اوكي الفكره الثالثه هلا مين شايفها كارول بس حدا تاني شايفها غير كارول عن شبح ال شبحنا نحن ايه بس انا اوكي الشبح فانتوم اوف ذا اوبرا عم بيعلق علينا تفضل قررت يوم الجمعة الماضي احضر بلا طول سيرة واول شي عرفته لما بلشت الحلقة انه زافين صار فلسطيني العنوان الاهم بحياتي هالاسبوع فهو اني صرت فلسطيني ومش بس هيك عرفت انه مثقف وشاطر وما في منه الإعلامي المرموق المثقف السيد زافين مبروك الباسبور زافين عن جد هيدا شرف عظيم بس هيك بلشت الحلقة هيدا كان أهم شي صار الأسبوع الماضي يعني للحريري رجع للسعودية وقفت مساعداتها وللزبالة بعدها بالطرقات لا والأحلى من هيك دغري نقلنا من التقرير عن باسبور زافين لتقرير عن ثلاث عمالقة عرب غادرونا ما بعرف بس يمكن كان لازم يقطع التقرير يلي بكرم هالعمالقة قبل التقرير عن جواز السفر الجديد لزافين يلي اصلا ما كان كتير ضروري يمرق بالبرنامج عكل حال برافو زافين برافو عتنين برافو قلتن لضيفتك ستيفاني جريس من لبنان ديبيت يلي مش بس حرجتها وجبرتها تقول قديش عمرها انما خليتنا نحس انها طفلة صغيرة قدي عمرك ستيفاني هيك 22 22 برافو قدي صبرك بهالمواقع سنة ونص برافو من جد حسيت حالي عم بحضر The Voice Kids وكاظم عم يحكي مع بنت صغيرة وبيقلها أحسنتي برافو حبيبتي كم عمرك؟ زافين ما كان بدها هالقد ستيفاني عمرها 22 مش 12 في شغلة كتير ضروري أقولها شو هالكواليس الحلوة لنشرات الأخبار؟ جمعة الماضي كنا كتير جديين حطينا النشرات خلينا شوي هلأ هيك نضحك ونشوف التحضيرات وعشي يعني النشرات بالحلقة اللي قبل كانوا بحد ذاتهم أهضم من الكواليس ماشي الحال من كفي لأول مرة الجرايم صار إلى سبونسرز كنا رايحين تنجيب حلو من عند زعتر وزيت ومن عند الباندور خطيبة المغدور بجريمة الأشرفية ما فينا نلومها على كلام العفوي ولكن أكيد فينا نلوم المراسلة النشيطة يلي قررت تترك هالمقطع من الحديث بتقريره مع أنه هالتفصيل لا بيقدم ولا بيأخر بقصة جريمة الأشرفية يمكن أفضل ما أحكي عن استغلال دموع أهل القتيل يلي صار بالحلقة الماضية بس قولوا هالشي صار دارج بكل التلفزيونات بلبنان لنخلي المشاهدين ببيوتهم يبكوا فلاش تيكون بلا طول سيرة برات هالموجة ما هيك؟ بالحلقة الماضية شفنا كمان تقرير عن تحرير صيدا بس من بعده هذا بفسر لي ليش قرر زافين يترك كرستو ويجي يوقف حد ضيفه المصور نبيل اسماعيل وليش بعد دقيقة رجع لكرستو شوف حالك من 31 سنة وبحلقة الأسبوع الماضي زافين تذكر أصوله الأرمنية وسأل ضيفته السؤال التالي انتو شو عم يعني من عند مين أكتر شي رواج هالأمور ما بعرف كيف طلع هالسؤال مع زافين هيك بس برافو للضيفة إنه فهمت عليه وعرفت ترد عند مين أكتر شي رواج هالأمور الرواج مثل ما كنت عم قلك زافين كمان مرة ضروري تتذكر اسم برنامجك بلا طول سيرة بس سيرة الارتيزانة ما كانت تخلص بالحلقة الماضية حتى أنت تلتت قبل البريك من بعد الإعلان رح نحكي بتجربة إداء أميل أبو أميل أميل شغلته يلقط أغلاط التلفزيونات فكانت كتير غريبة هالغلطة ما هيك؟ بالنهاية يعطيك العافية زافين ولجماعة غرفة العمليات بقلكن انتبهوا على حالكن اليوم ما حكيت عنكن بس المرة الجاية مين بيعرف أنا صار لازم أسكت لأنه نحنا ببلا طول سيرة حبيت حلو إياب 9 على 10 كويس نمشي فيها؟ آه إيه كورس لازم لازم؟ حلو مبسوطين روق لألكن جماعة الجاية إذا ما عندنا فقرة اليوم ليه؟ ما فيها هيك مثل جلد النفس إيهاب لا لا نقد ذاتي استاذ مهضوم
ايه كانت حلوه كثير حلوه ايه منيح لا خليها 10 على 10 خليها هو او امين هل يعني الشبح او امين الشبح بس هي وين بتجي بالاخر الحلقه ولا بنص لازم يعني تختار بين شبح اوكي هيدا النقاش الثاني اللي بدنا نعمله نعمله باول البرنامج على الحلقه الماضيه مع منربح انه نشوف المقاطع الغلط او بنعمله مباشر باخر الحلقه بس صوت من دون ما نشوف المشاهد انا بتقديري هي الفكره بحد ذاتها حلوه يعني في ذكاء بكيف عم بيكتب النص وعمامه ما ضروري يكون بس بلا طول سيري يعملها على كل الورق بس ببطل الشبح هذا شبح ببطل شبحنا شبح مين عم بيحكي انا لا هون ما حدا بيعرف هو الشبح شبحك وشبح غيره قابل اتعرف علي يعني بعد اللي شفته هلا بعرفه بالاسم روجي بنعملها اول الحل يعني كل واحدة الى بلس وماينس كل واحدة الى سلبياتها وايجابياتها واحدة بتنقص الصورة اذا في قدرة باخر التاني الحلقة التاني بتكون مباشرة وردود يعني ما بيكون حد يعني مثلا هيدي كارول حضرتها واللي بدنا نعمله مباشر ما بيكون عنا ولا اي اديتوريال كنترول ما عنا اي سيطرة على المحتوى وحتى لو انا حضرت ما في صوره لا بس في بس في قدره على قدره الشبح انه يركب هيك هو الشبح شبح شبح صار عندنا شبح مع الصوره اجمل هي قيمتها يعني بتزيد قيمتها مع المونتاج ومع الصور أميل شو رايك انا حبيتها لانه هيك دارجه فبكون يعني عنا ثقه بنفسنا انه اذا بكون تنتقدونا رح ننتقد حالنا بالاول يعني وشو بدنا بغيرنا بنمشي بحالنا يعني انه هيك كانه بس بفضل ايه مش تكون مش لايف لانه المونتاج كتير بيساعد يعني يمكن ما يطلع معه شيء بالحلقه اوكي ادمو صار برات اللعبه اميل او الشبح انا بقول الشبح بس مش بس على مش بس عنا لانه يمكن ما يمرق عندك شيء بتوقع بمشكل قالت شبح دايما بتفضلوا الشبح على حدا الموجود طيب لا كانت فقرة حلوة اميل بعتذر منك بس بدنا اياك تكون معنا بفريق الاعداد اوكي طب فينا نقول لايميل انه خلاص ويكون هو الشبح فيما بعد عبالك تجرب تكون شبح مش يعني بيكون شبح ستاند باي على انسى 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 انه هيدي الفكره بنحبك تنضم معنا لفريق الاعداد لانه انا مؤمن فيك كمذيع وكمقدم وكمعد بركي هلا بعد بكير يعني تكون بموقع عم تحكي على بقيه التلفزيونات بس بحبك كثير تكون معنا وبديك تكون مستلم مثل ما كل واحد منا مستلم شيء تستلم ملف اللي له علاقة بالجامعات بالطلاب شو عم يفكروا بما انه كتير مشتغل بهالبرنامج تحولات شو عم بيصير تحولات بالجامعات بتكون انت يعني شباكنا لهالجمهور الشاب اكتر اللي عم بيشوفنا يا ابو روجيه رح نرجع نشوفكم اخر الحلقه لنناقش كيف يشاهد ولماذا يشاهد التلفزيون نفسه في عنا تقرير كتير حلو بهذا الموضوع كمان رح نشوفه ونناقشه سوا استراحه ونرجع شكرا لكم يعطيكم الف عافيه بعد الفاصل لا أماكن شاغرة في مستشفيات لبنان فأين يذهب المرضى للتواصل مع زفان الخط الساخن 71-106-111 لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111 العنوان الأول لليلة هو أزمة مستشفيات لبنان نتيجة عدم وجود أماكن شاغرة لاستقبال المرضى كثرة الفيروسات والفيروسات الموسمية وغير الموسمية تسببت بدخول عدد كبير من الناس إلى المستشفيات اللي تعلن اليوم عن عدم وجود أماكن شاغرة عندها وخاصة لمرضى الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وهون عم نحكي يعني عن وجود حوالي 10,000 مريض موجودين هلأ بالمستشفيات اللبنانية لنحكي عن الموضوع بستقبل نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بلبنان الدكتور سليمان هارون أهلا وسهلا فيك وشكرا أهلا. لحضورك شو القصة شو المشكلة القصة هو السبب مش بس الفيروسات وتكاثر الأمراض اللي عليها بالفيروسات
بسبب تراكم الحياة صار له سنين عم بيزيد الضغط لا حتى وصلنا لهالحالة هلأ يلي صار فيه شبه استحالة للدخول بشكل سهل إلى المستشفى. أنت حذرت من هذا الموضوع من صار لي مدي بحكي بهالموضوع نعم. وصلنا له وصلنا له هلأ وصلنا له بشكل من دراماتيكي يعني هلأ أول سبب يعني هو عدد الأسرة بالمستشفيات ما عم بيزيد يعني بالعكس خلال 5 سنوات الماضيين عدد الأسرة تراجع من 10,500 سرير إلى 9,600 سرير. شو السبب؟ سبب أولا ما في إقدام على الاستثمار بالقطاع الاستشفائي والسبب الثاني أنه ما في طواقم طبية مساعدة مثلا ممرضين وممرضات يعني المستشفى حتى إذا بدها تكبر قسم ما مثل أقسام العناية الفائقة أو الطوارئ ما بتقدر لأنه ما في ممرضين وممرضات والسبب الثاني مثل ما كنت عم بقول إحجام الناس عن الاستثمار بالقطاع الاستشفائي لجملة أسباب لعله أهم سوء الحالة المادية المالية لدى في مستشفيات سكرت كمان يعني مش في مستشفيات سكرت وفي مستشفيات قلصت عدد الأسرة وعدم الاستثمار هو نتيجة عدد يعني إذا بدك انتهاء موضوع السياحة الاستشفائية يعني يجوا أجانب أو عرب لا يعني هو بالواقع منا عايزين سياحة استشفائية لأنه صفينا بالكاد عم نقدر نلحق على المواطنين اللبنانيين وموضوع الممرضين ولكن مشكلتين أساسيتين أولا الوضع المالي للمستشفيات عاطل جدا بسبب طريقة التعامل معها من الجهات الضامنة والرسمية والسبب الثاني هو النقص بالطواقم التمريضية وغيرها من المهن الطبية المساعدة هودي خلقوا هالمناخ انه ما عاد المستشفيات عم بتكبر او عم بتزيد او عم بينوجد مستشفيات جديدة بنفس الوقت عندنا شغلة اساسية صار تغيير ديموغرافي بالبلد انه معدل عمر الانسان المواطن اللبناني زاد بسبب هجرة الشباب والصبايا واللي عم بيبقوا هون هن اللي عم بيتقدموا بالسن اذا زاد معدل عمر المواطنين اللبنانيين وطبعا مثل ما بنعرف كل ما يتقدم بالعمر الواحد كل ما يصير في حاجه له اكثر للاستشفاء هذه عوامل تراكميه منا جديده ولا في سبب واحد يعني السبب اللي ذكرته اكيد التدهور انه هلا ثابت اجوا كلهم سوا اكيد يعني. التدهور البيئي كمان سبب بازدياد الطلب وازدياد الامراض والطلب الدخول على المستشفيات ولكن ليس هو السبب الوحيد بعدين بحب اوضح انه مش مرضى الضمان الاجتماعي ووزاره الصحه ما لها علاقه ابدا هيدا كل المرضى سواء على حساب جهه ضامنه او على حسابهم الخاص ما بيقدروا يفوتوا على المستشفيات الأسباب اللي ذكرت النايب كلها أسباب كبيرة وجوهرية ويعني لازم تعمل ثورة بالسياسات الصحية بأي بلد إذا كل هالعوامل وجدت ما وصلنا هون لعدم وجود سياسة صحية لعدم رؤية لعدم تخطيط مشان هيك وصلنا لهون نحن شايفينه نحن اللي بالقطاع شايفين الأسباب وأنه رح يتراكم ونصال على ما يشبه عنق الزجاج ونبهنا عليهم ولكن للأسف كنا نجابه دائما بردود اعتباطيه بهجومات عشوائيه على المستشفيات تركيز على اذا صار خطا ما في مستشفى او خطا طبي من قبل طبيب التركيز عليه بشكل اعلامي مكثف كل هذه صارت العالم تحجم عن الاستثمار بالقطاع الاستشفائي نعم. طب نائب مئات يعني الخريجين ان كان من الطب او من يعني قطاع التمريض وين عم بيروحوا عم بيهاجروا كلهم التمريض ما عم يتخرج كتير يعني العدد اللي عم بيلتحقوا بمعاهد التمريض هو عدد قليل جدا وهو في تناقص مستمر كل سنة بيكون أنقص من سنة يجب التشجيع يعني على أنه الناس أولا يجب التشجيع وبعدين يجب اتباع سياسة تعليمية جامعية لحتى نقدر نصال على الناس يلي ممكن يتعلموا تمريض مثلا عدة مرات حكينا مع المسؤولين بالجامعة اللبنانية يفتحوا مثلا فرع لكلية التمريض بمناطق سكنية يلي فيها نقص بفرص العمل مثل عكار مثلا في كثافة سكانية وبنفس الوقت ما في فرص عمل وفي فقر كلنا بنعرف ما نعم زي سر ولا هو عيب هذا واقع نحن بنقول انه روحوا افتحوا كلية
تمريض بعكار يلي بحاجة لشو. ونحن منأكد هلأ ينوجد 7000 8000 ممرض وممرضة تاني يوم بيكونوا عم يشتغلوا بالمستشفيات. هل قد النقص كبير؟ هل قد النقص كبير؟ بعدين عم ينعكس هذا الشيء على الخدمة بالمستشفيات، لأنه الممرضين عم يشتغلوا كذا دوام عم يكونوا يعني كمان أوقات تعبانين. ما في شك أنه في رابط مباشر بين زيادة ساعات العمل للممرضين والممرضات وبين ازدياد الأخطاء يلي ممكن يعملوها، لأنه التعب والجهد يلي عم بيبذلوه هو طبعا بيعرضهم أكثر للوقوع بالأخطاء. ولكن هيدا كلها أسباب هيدي نبهنا عليها وللأسف. وش الجواب شو كان يعني مثلا؟ أكيد ما بدي جواب، بدي خطوات عملية على الأرض. شو بدي الموضوع؟ مش موضوع. طب وزير الصحة يعني ما بدي حركش بالعلاقة بينكم وبين وزارة الصحة، بس معه خبر بهالموضوع وزير الصحة اليوم؟ أكيد ما عم بيعنوها بالمستشفيات الحكومية، حتى مش بس بالمستشفيات الخاصة. المستشفيات الحكومية منا بمنقى عن يلي عم بتعانيه المستشفيات الخاصة بموضوع النقص بالممرضات والممرضين، منا بمنقى عن الصعوبات المالية يلي عم بتعيشها المستشفيات الخاصة. المستشفيات الحكومية أيضا هي في عجز مالي، وهي منا قادرة أنه تكبر ومنا قادرة أنه توسع الأقسام يلي فيها. هذا صار شامل المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية. يعني المسؤولين بالدولة سواء وزير الصحة أو أي مسؤول يعني بالشأن الصحي بالدولة منه بحاجة لحتى نحن نقله معايشينا هني. 40% من اللبنانيين تتحمل نفقة استشفائهم وزارة الصحة، و8% بيعتمدوا على التأمين الخاص أو هن بيدفعوا مباشرة. شو بتقول هالأرقام؟ هل هيدي أرقام صحية منيحة أو؟ لا هي أرقام عاطلة جدا. أولا خلينا نبدأ بالضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي هو مفروض يأمن تغطية لما لا يقل عن 75% من المواطنين، بينما هو بالوقت الحالي لا يؤمن أكثر من 35 أو 40% من هالتغطية. وللأسف يعني منذ إنشائه كان الهدف منه أنه تغطية لجميع المواطنين، نحن عم نقول 75% وما عم بيقدر يوصل له. هذا الرقم اللي لازم يكون المثالي يعني. هذا إيه؟ مثلا بالبلدان الأوروبية، تنقول بفرنسا مثلا ضمان الاجتماعي بفرنسا بغطي 75% من المواطنين، 25% الباقيين على شركات تأمين خاصة أو على نفقتهم الخاصة. ولكن الجزء الأكبر هيدي مهمة الضمان الاجتماعي. مهمة وزارة الصحة هوني اخدتها، بس اخدتها غلط. مهمة وزارة الصحة مش انه تكون صندوق ضامن، مهمة وزارة الصحة تكون هي ضابط للقطاع، يكون مخطط للقطاع، مراقب للقطاع. نحن هون للأسف صارت وزارة الصحة صندوق ضامن بسبب تعثر ضمان الاجتماعي عن تغطية 75% من المواطنين. نحن عملنا هذه يعني هالفقرة لأنه أجينا كتير شكاوى من عالم ما عم تلاقي محلات بالمستشفى. أنا هلأ قبل ما فوت على الاستوديو أجيني تليفونات ناس بدها تفوت على المستشفيات وما في محلات. طيب شو الحل نايب؟ ما في حل كبسة زر. نحن ما فينا نختصر عدم تخطيط وعدم رؤية استمر لسنوات نجي هلأ نقول لهم للمستشفيات الخاصة أو لنائبة المستشفيات بتكون تكبسوا زر وتحلوا. ما في حل هلأ مباشر. ما لنا نقعد ونحط خطة واضحة المعالم لا طويلة الأمد لا حتى نطلع من هالعنق الزجاجي. إذا هلأ حدا عنده حالة طوارئ يعني شو بيعمل؟ مش بس الطوارئ، عندك العناية الفائقة ما فيها محلات. مراكز غسيل الكلى عم تشتغل، مراكز غسيل الكلى للساعة واحدة بعد نص ليل لحتى تقدر تلحق على طلبات. أزمة شاملة بكل الأقسام وخاصة بالأقسام الدقيقة مثل العناية. طب قعدتوا مع وزارة الصحة مؤخرا يعني بهذا الموضوع؟ نحن على طول بالتواصل. بس هلأ يعني بهلأ في حالة طوارئ اليوم يعني أنا هلأ إذا صار لي شيء أو من اليوم أستاذ زمان إيه بس خاصة اليوم يعني لأنه اليوم اليوم عم تظهر على الإعلام. بس هيدي مستمرة منذ أشهر ومنذ سنوات، هلأ طلعت لأنه صار في حكي فيها، لأنه طلعت بالإعلام. بس نحن عم نعيشها، كنا المواطن عم بيعاني. يمكن نقول ما في محلات، يجي يقولوا لنا أنتم ما بدكم تستقبلوا لأنه على حساب وزارة الصحة أو الضمان الاجتماعي. حتى حضرتك هلأ بلشت بالمقدمة قلت على حساب الضمان الاجتماعي وزارة الصحة، يعني وكأنه المستشفيات عم تتهرب من قبول المرضى. مش صحيح.
المستشفيات منا قادرة أنه تستقبل. وزاد الطين بلة بالسنوات الأخيرة طبعا تواجد السوري، يعني يمكن مش بكل لبنان عم بيكون في تواجد سوري بكثافة، ولكن بشمال مثلا بالبقاع في عندك كمية هائلة من اللي بفوتوا على المستشفيات هن من النازحين السوريين. لبنان منه بمقدوره أنه يستوعب هالعدد، هيدا القطاع الاستشفائي منه بمقدوره أنه يستوعب هالعدد الكبير من النازحين يلي موجودين حاليا، كله ناود يتراكموا وهذه هي النتيجة. شو الخطوة الأولى لحل هالمشكلة؟ الخطوة الأولى نقعد نحن والمسؤولين بالدولة ويكون الحكومة كلها سوا، مش وزير الصحة، الحكومة كلها سوا بده يكون عندها خطة تمتد على أشهر وسنوات لتكبير القطاع، لتحفيز الاستثمار. طلبت مواعيد او ما حدا فضيلكم هلا؟ لا لا فضيلنا، بس ما طلبت مواعيد لاحكي بهالموضوع هذا تحديدا يعني، بس انه نحن جاهزين اذا حدا بيحب انه يقعد نحن وياه ونحط خطه واضحه المعالم. هو شوف فقدان امل، يعني هيدا تعبير عن فائد الامل من وجود حدا ليحل هالمشكلة. انا بالوقت الحاضر بالوضع الحكومي الموجود حاليا والوضع السياسي تبع البلد ما عم شوف في مجال لتخطيط لطويل الامد. نحن مثل ما شايف حكومه فاشله بتعاطي بالمسائل الحياتيه وخاصه المسائل الضيقه، يعني ماني عم شوف هلا بالوقت الحاضر في امل انه نطلع من هالمأزق اللي نحن. طب يتصلوا فيك مثلا مسؤولين؟ ايه طبعا بدنا ندخل فلان اكيد. وش اكيد قلت لهم حلوا لنا اياها؟ يعني هلا ما بقول لهم حلوا لنا اياها، شو ما فيهم يحلوها، بقول لهم ما في محلات بالمستشفى. هو السي طالع على المستشفيات انه هي اللي ما بتسوى، يعني ما هذه المشكله صار فيها هالقد تحجيم وتهجيم لسمعة المستشفيات انه لم كنا عم نحكي ما حدا عم بيصدق شو اللي عم نحكي، بينما هو واقع كان. لم كنا عم نقول انه المستشفيات ما لنا قادرة انه تتحمل، لم كنا عم نقول المستشفيات ما لنا قادرة انه توسع القطاع، ما لنا قادرة انه توسع الاقسام يلي عندها بسبب الضيقة المالية. انا بقول لك هلا نحن المستشفيات الخاصة بدها من الدولة ما يقارب مليار دولار، اعطيهم مليار دولار للمستشفيات هلا بيوسعوا الاقسام. ما انحلت هذه القصه يعني؟ بالعكس، يعني كل ما قلها بتتازم. نعم، لانه بالكانون الاول 2015 الوزير قال خلص يعني بلش الدفع وماشي الحال وتجدولت الامور. يا اخي ايه، هو ما توقف الدفع، بس الدفع مش على قد الفواتير يلي عم نبعتها. نعم. نحن بنبعت فواتير اكثر من القيمه اللي بتندفع. يعني هلا بننصح العالم بعصير البرتقال فيتامين سي. ايه ينتبهوا على حالهم، ينتبهوا على صحتهم، يعني يديروا صحتهم ويجربوا قدر الامكان ما يمرض. نايف شكرا لك، ويعني بنتمنى انه تكون صرختك اليوم هي بدايه تحريك لهذا الملف ان شاء الله على مستوى كل العاملين على السياسه الصحيه بلبنان. استراحه ونرجع. بعد الفاصل، أوبر تحدث انقلابا في عالم سيارات الأجرة. للتواصل مع زافان الخط الساخن 71-106-111. لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. بإطار رصدنا للتحولات من حولنا ولكل شيء عم بغير حياتنا، الليلة رح نتوقف مع تجربة شركة أوبر المثيرة للجدل. بين المؤيد والمعارض، أوبر اليوم هي وجه لصراع بين الأجيال ووجه لصراع بين عالمين، عالم منعرفه وعالم بعد ما منعرفه قائم على التطبيقات الهاتفية الابليكيشنز. إذا عندكم أي تجربة مع أوبر بتحبوا تشاركونا فيها منيحة أو مش منيحة، احكونا عبر شبكات التواصل الموجودة على الشاشة. لنحكي أكثر عن أوبر بستنى استقبل مدير العمليات ببيروت وعمان مارك فرحات. أهلا وسهلا فيك. هالفقرة كان لازم تكون على شكل مواجهة بالاستوديو بينك وبين معارضي أوبر بلبنان، ولكن بالحقيقة هيك خفنا عليك شوي ورح نسمع الآراء المعارضة لنكون يعني عم نعبر عن طبعا. الطرفين بخلال الحلقة من خلال تقرير
مسجلة، وهلا عرفنا ما في محلات بالمستشفيات، قلنا منيح اللي ما جمعناكم. بالبداية شو أوبر بهالتقرير؟ أوبر شركة أمريكية مقرة سان فرانسيسكو، أسست العام 2009 بهدف تطوير المواصلات العامة. ترتكز أوبر على تطبيق هاتفي يمكن أي شخص أنه يطلب تاكسي بكبسة زر وحدة، وهي بتفتح المجال لأي شخص أنه يستعمل سيارته الخاصة كسيارة أجرة، الأمر يلي دفع الكثير من الأشخاص للاشتراك بهدف الحصول على مدخول إضافي. خلال 6 سنوات قدرت الشركة أن تتوسع على 70 بلد و400 مدينة حول العالم، وأعلنت بالعام 2015 استثمار 250 مليون دولار للتوسع بالشرق الأوسط ابتداء من دبي. اليوم أوبر تتواجد بالبحرين، لبنان، قطر، السعودية، الأردن، المغرب، الإمارات ومصر، يلي هي أكبر مستهلك للخدمة بالمنطقة. مثل كتير من الأفكار يلي بتهدف لتغيير نظم متعارف عليها، أوبر واجهت معارضة من قبل العديد من الحكومات ونقابات التاكسي حول العالم يلي اعتبروا أنها عم تقطع لهم برزقتهم. بمصر بالإضافة للمظاهرات المعارضة من قبل سائقي التاكسي، اضطرت أوبر أن تتعامل مع مشكلة التحرش من قبل السائقين. بالإمارات أجبرت أن ترفع أسعار 30% لتفادي المضاربة مع سيارات التاكسي. بلبنان وألمانيا والعديد من البلدان أجبرت الحكومات أوبر أن تتعاقد مع سائقين عموميين بالأصل وعدم السماح للسيارات الخاصة بنقل الركاب، الأمر يلي بيتعارض مع مبدأ الشركة الأساسي. مظاهرات ضد أوبر حصلت حول العالم. بلندن اعتصم 5000 سائق عمومي وقطعوا الطرقات بهدف إيقاف الخدمة. أما بباريس فحصلت وحدة من أعنف المظاهرات، وبأدار الماضي اقتحمت شرطة باريس مقر الشركة واحتجزت 1200 هاتف نقال ووثائق بهدف التحقيق. كل هاي المشاكل ما منعت العديد من الشركات المحلية والعالمية أن تنسخ فكرة أوبر، مثل ليفت بالولايات المتحدة وكريم بالعالم العربي ومقر دبي. بالنهاية فينا نقول أن الركاب راضيين والسائقين راضيين. بيبقى المعترض الوحيد شركات وسائقي التاكسي التقليديين. فهل رح تتأقلم هالشركات لتقدم خدمة بمستوى أوبر؟ وهل رح تتطور قوانين المواصلات العامة وتقبل بالتغيير الفارض نفسه؟ أو هل رح تستسلم الشركة أمام هيدي التحديات؟ الأيام المقبلة هي اللي رح تخبرنا. أستاذ مارك، جربنا قد ما فينا نوفر عليك يعني شرح من خلال هيدا التقرير. أنتوا دايما بتقولوا أنه أوبر مش شركة تاكسي، أوبر تطبيق، أوبر تكنولوجيا. شو صح. أوبر بكلمتين هيك من عندك للناس اللي بعدهم مش عم يفهموا منيح؟ مثل ما قلت حضرتك، أوبر شركة تكنولوجيا، شركة عالمية، يعني هي تطبيق سيرة وصل بين الركاب والسائقين. من خلال أوبر بيقدر الواحد يحصل على وسيلة نقل بخلال دقائق، وفي ملايين من الناس بالعالم كله بيتكلوا على أوبر بحياتهم اليومية لينتقلوا من مطرح للتاني بشكل عملي آمن وأكيد كتير سهل. نعم، كيف بتقيموا تجربة أوبر بلبنان؟ قدي صار له بلبنان هلأ؟ بلشنا نحن بلبنان بصيفية 2014. نعم. وبعده هلا بيكبر اوبر منيح الحمد لله. كيف التجربه؟ يعني عم يكبر مثل ما كبر بغير بلدان بذات النسبه؟ مين زباينكم؟ مين عم يعتمد اوبر؟ اكيد هلا نحن بلبنان زبايننا في من كل الاعمار، يعني بس اكثر شيء عم يكونوا تلاميذ جامعات لتقريبا 45-50 سنه، لانه كثير هي هين استعمالها، كل الناس عم تستعملها بلبنان. طب شو الفرق بين اوبر والتاكسي او السيرفيس العادي؟ ليه أنا بدي غير مثلاً عن التاكسي اللي بستعمله إن كان شركة أو تاكسي على الطريق أو عن السيرفيس؟ أوبر هي تطبيق، هي وسيلة تواصل مثل ما قلت. نحن هلا عايشين بعصر حياتنا كتير سريعة. من عبر أوبر فيك بخلال ثواني تشوف كم قدي بدها سيارة تكون عندك، وبخلال دقائق فيها تكون سيارة عندك. تطلب سيارة بخلال ثواني بتكون عندك، تطلع بالسيارة كتير سهلة كتير عملية،
وبتوفر وقت عليك بالسيارة لحتى إذا فيك تحكي على التليفون بك تشتغل على اللابتوب توصل هونيك ما عندك تعطي الهم كيف تصف وين بدك تصف السيارة وعاشت السير. هلا ثلاث شغلات يعني أنا بالنسبة لي هن اللي بميزوا أوبر. أول شيء التطبيق. هلا إذا عبالكم جربوها وعندكم تليفون سمارت فون نزلوا الابليكيشن أوبر وفيكم تكتشفوها شوي شوي أو عملوا شوية جوجل يعني على الموضوع. كمان في كتير فيديوهات موجودة بتخبركم أكتر بالتفاصيل. بس شغلتين هن يعني ثلاث قصص إذا بدك أكتر شيء بالنسبة لي هن اللي بيعملوا الفرق. أول شغلة إنه أنت عم تطلع بالسيارة خصوصية مش سيارة عامة. هلأ بلبنان انجبرتوا تكون النمرة حمراء بس هي فكرة انه تطلع بسيارة خاصة مش بسيارة عامة يعني اذا صار حادث من يتحمل المسؤولية. وهل بتعتقد بلبنان رح يجي وقت انه رح تصير اوبر عم تتعامل مع ناس مش ما عندهم نمر حمراء؟ نحن هلأ بلبنان مثل ما قلت ما عم نشتغل الا مع النمر حمراء النمر الحمر بلبنان لهلا هيدا عم نشتغل تحت القانون اللبناني. هل بيجي وقت تعتقد انه بما انه كل شيء عم يتغير لهلا بعد عم نشتغل على النمر الحمر تعتقد رح تطور الحياه رح يجي لوقت انه تصير حي الله حدا يقدر يشترك باوبر حسب قانون البلد نحن بكل حسب قانون البلد نعم. الشغله الثانيه اللي باوبر المميزه انه فيك انت بس تشوف سياره وتحجزها وبعد تجي لعندك تعرف كل شيء عن السائق صح شو اسمه شو بيعمل شو بيشتغل كم ولد عنده اذا عاده بيحكوا عنه بالمنيح او بالعاطل والسائق بيكون عم بيشوفك انت مين صح يعني بيبين كل التفاصيل وقت تطلب سياره وقت يقبل الطلب السائق بيبين عندك صورته نوع السياره رقم اللوحه واكيد فيك كبسه بتشوف فيك تتصل فيه عبر الاس ام اس او على التليفون نعم طيب وفيهم مثلا اذا انا ابني رايح باوبر انا فيه اشوفه على تليفوني كيف ماشي السياره اكيد هلا في شغلتين في انت تنزل الابلكيشن عندك تلحق كل تحركات السياره لانه نحن اهم شيء عندنا الامان اما كمان في اذا ما عندك الابلكيشن في ابنك يبعث لك في شيء اسمه شير مع اي تي اي يعني عبر الابلكيشن ببعث واتساب اما ايميل اما مساج بيبعث لك لينك تكبس عليك بتشوف قد ايه بده ليوصل عندك وشو الطريقه نعم. طب المعارضه اليوم بلبنان لاوبر او بكل بالدول اللي فيها معارضه كيف بتشوفها باي اطار بتحطها هلا التكنولوجيا هي المستقبل في كتير ناس معودة على روتين معين في كتير ناس ما تحب التغيير بس مثل ما قلت التكنولوجيا هي المستقبل التكنولوجيا مرادف للتطور يعني اليوم المعارضة بتشوفها مثلا مثل ما من 20 سنة كيف ناس مثلا عارضوا السلولر أكيد صاروا يعني يقولوا انه ليه بدي اجيب سلولر عند التليفون بالبيت عند التليفون بالشغل بتلاقيها هيك شيء اليوم أكيد صارت كل حياتنا على التليفون يعني حياتنا الشخصية للشغل لكل شيء يعني حتى حضرتك هلا إذا بدك تسافر بكرة فيك تحجز طيار تيكت طيارة من هون فيك تحجز أوتيل وحتى فيك تحجز مطعم نعم. كل شيء كل حياتنا صارت على التكنولوجيا مشكلة تانية اللي إلها عليها بأوبر هي الكريدت كارد بعده بلبنان يعني ما عندك ثقة أنه أنت عم تحط أرقام الكريدت كارد لأنه أنتم ما بتتعاملوا أبدا أنه عم يدفع كاش للزبون هلأ كاش عنا بس بمصر عم نعمل تست بمصر عم نعمل تست بالسعودية بس بلبنان مثل ما قلت حضرتك عم نتعامل بس كريدت كارد بس كمان لنسهل الموضوع عملنا مع بلوم كارت صغيرة ما بدا حدا يفتح كارت شو؟ كارت اوبر بلوم نعم بس مع بلوم بس مع بلوم بس حتى ما لازم تفتح مش ضروري مش ضروري تفتح اوكي بس لتستعمل لاوبر هيدا يعني بتحط فيه مصاري بس ل يعني بس لاوبر وبس على الانترنت اكيد فيك تستعملها وين ما كان مثل ديبت كارد بس لاوبر والانترنت خاصة نعم انت مسؤول عن لبنان والاردن بالاردن شو الوضع؟ شو كمان الحمد لله عم نكبر منيح وين اكثر؟ تنيتهم نفس الشيء نفس الشيء فتحنا لبنان قبل والأردن فتحنا أول صيفية 2015 نعم وأكثر شيء بأي مناطق في أوبر اليوم؟ عفوا؟ بأي مناطق أكثر شيء في أوبر؟ برات بيروت برات بيروت نحن موجودين بكل لبنان بس كثافة السيارات موجودة بين نعم. جوني والمطار نعم. في شوف مثلا هلا إذا بدنا نطلب أكيد. من هون أكيد خلينا نلعب شوي فينا نشوف هيدي أي كاميرا خليك معي إذا بدنا أوكي. هلا شوف يعني اذا بدي اطلب تاكسي هلا يلا اول ما نفتح الابلكيشن بنشوف معونا على الخريطه وين نعم بنشوف انه نحن هون بنشوف اقرب نعم. سيارات علينا واقرب نعم. سياره هلا بدها ثلاثة دايلة تكون عندنا وين بتشوف هاو نحن هون نحن هون على النقطه الزرقاء ايه وهاوس 1 2 3 4 5 6 هو اقرب شيء علينا هلا مثلا اذا انا نقيت هيدي السياره ما بتنقي السياره انت بتشوف اقرب سياره عليك بدها ثلاثة دايلة دايلة. بتكون عندك هلا في عندنا نوعين من السياره نوعين سيارات ايه هون لا ايه. في اوبر اكس اوبر بلاك اوبر اكس هي السياره العاديه مثل كيا سيراتو تويوتا افانزا اوبر بلاك افخم شوي مثل هلا في سياره تحركت هون شو يعني بتكون تحركت ماشي عم تمشي
واذا بدك تطلب اوبر يعني نعمل ديمونستريشن صغيره نقبض هوني هلا عم بيروح الطلب على اقرب سياره بخلال ثواني هلا بنقبل السائق بيكون قبل الطلب وانا في اشوف كذا يعني في يجيني انه ثلاث سيارات مثلا انا بنقي بيناتهم لا انت بتنقي سيارتهم هلا في باتريك مصطفى مصطفى هيدا مين باتريك لا نحن هون بالشارع اسمه باتريك بدياش اوكي شاب اسمه مصطفى مرسيدس اي كلاس هيدا رقم السياره وهيدا شكله هيدا شكله في سوري اذا نعمل كونتاكت سوري فينا هون كول درايفر مسج اوكي انا شفتها بامريكا حاطين مثل سي في على الدرايفر يعني شو في كل بلد بيعمل تيلر على الابلكيشن تبعه طيب احسن ما تبين انه مدفوع ودفعنا لنا مصاري وانه لنعملكم دعايه خليني اشوف الراي الاخر شو بيقول رئيس نقابه سائقي السيارات العموميه بلبنان الاستاذ عبد الامير نجدي بيقول عمل اوبر غير شرعي ويهدد بالتصعيد وبالنزول الى الشارع ضد اوبر مثل ما صار باوروبا وبمصر بنشوف سوا كل شغلهم سر بسر ما بيفضحوا بعدين كذابين اذا عم بيقولوا كل سيارات عمومية في سيارات خصوصيه في سيارات نمره خضراء في سيارات تقريبا مزوره هذه عم يستعملوا كل الاساليب لحتى اللي يربح فكان عندهم عدد ضئيل من السيارات العمومية هلا زعبون لكل السيارات العمومية وإذا عم بيقولوا لك إنه عندنا سيارات عمومية تفضلوا يعطونا الأرقام ويعطونا الترخيص تبعهم لحتى نحن نعمم للي على والدليل على ذلك إنه قاموا ضدهم السواقين بلندن عملوا إضراب والسواقين بفرنسا ايضا عملوا اضراب وكسروا سياراتهم والى اخره، فاذا بدهم هيك اهلا وسهلا فيهم، بكره بنجي لتجمع السواقين قدام المكاتب تبعهم ويكسروا لهم الشوفيريه للمكاتب وشو بدهم يعملوا يعمل، يعني لابد انه طلب الى وزاره الداخليه تفضل تتحرك ضد هؤلاء اذا ما ياخذوا الترخيص كيف بدهم يقمعوهم. وزاره الاتصالات ايضا لانه عم يستعملوا التليفون الانترنت على الانترنت وكمان بدنا نكتب لها وزاره العدليه مشان تتحرك بالنسبه للقضاء ووزاره الاشغال العامه والنقل اللي يعني اللي هي مسؤوله عن قصه الترخيص اذا بتسمح لهم او ما بتسمح لهم للشغل. بالنسبه للسائقين العموميين عم يقطعوا لهم ارزاقهم، يعني السائق اللي كان عم ياخذ له تاكسي او تاكستين بنهار او ثلاث تاكسيات هلا ما بقى عم ياخذ لانه اولا عم بيضاربوه بالسعر وثانيا عم يقطعوا له رزقته اللي عم يشتغل فيها دويم. سيجتمع قطاع النقل ويقرر اضراب قدام مكاتب الشركه هذه اللي عماله يتزحمنا على لقمه العيش. هو اهم موضوع بعتقد موضوع السعر، اوبر ارخص او اغلى من التسعيره العاديه؟ هلا في ارخص منها بس نحن كمان وطينا الاسعار مش من زمان. هلا لان نحن وطينا الاسعار انه هدفنا باوبر نامن مواصلات لاكبر عدد من الناس، وشفنا في كثير ناس بدها تستعمل اوبر بحياتهم اليوميه، اما كمان تروح تسهر لما تشرب وتسوق وهلا بهالسعر فيهم يعملوها. قد ايه نزل يعني قد ايه كان وقد ايه صار؟ تقريبا 20%. 20% تقريبا 20%. بس هو السعر دائما واحد؟ يعني انا لا. اول ما اطلع بالسياره بعرف قد ايه بدي ادفع؟ فيك عبر الابلكيشن تحط الديستنيشن تبعيتك تعرف تقريبا قد ايه رح تكلف الرحله لتكون قيمه الرحله. بس هو سيستم عداد على الكيلومتر وعلى الدقيقه. بس كمان نحن شفنا انه اذا من وقت الاسعار في كثير ناس اكثر عم تستعمل اوبر، يعني في شغل اكثر للسائقين. بس شغله كمان بدي اقولها انه بس تكي في عداد، يعني انا بس اطلع على السياره بشوف عداد او العداد شي محل بالابلكيشن وقت تخلص الرحله بنبعث لك ايميل، اما انت عبر الابلكيشن كمان السائق في شو نفس الشيء بشوف كل تفاصيل الرحله، من طلعت لوين رحت اي طريق اخذت. يعني واحد بده يعمل كورس بالجامعه ليقدر يفهمها للابلكيشن. لا كثير سهله طيب والسعر يعني هل دقيقه والكيلومتر دائما واحد او دايماً. لانه في اوقات الذروه اوقات لا دائما واحد. يعني اذا انت عندك خمس سيارات حولك او سياره واحده ذات السعر كله نفس السعر حسب اذا اوبر لانه ببعض البلدان في مثلا اذا عندك خمس سيارات حولك بيكون ارخص من انه اذا عندك بس سياره حسب هيدي اسمها دايناميك برايسنج، إذا في طلب إذا في كثير طلب بيعلى شوي السعر.
نعم. هلا انتم ارخص او شركات اليوم التاكسي الموجوده يعني بعد ما نزلتوا في ارخص منها؟ في بعض في ارخص منها بلبنان صح. واللي عم يفضلكم عم يفضلكم ليه؟ انه ليعيش التجربه او لا؟ لانه اول شيء في كذا شغله كثير مثل ما قلت، نحن اهم شيء الامان. وقت انت حضرتك تطلب السياره وبين كل المعلومات عندك بالثانيه بيصير عندك نوع من الامان وبترتاح. نعم. وتتشوف كل المعلومات مين جاي ياخذك، رقم السياره ونوع السياره، وكمان مثل ما قلت كثير يوزر فريندلي، كثير سهل. نعم. استعمال. هي امان لانه كلهم امنين. بعتقد انا هي اكثر من الامان هي انك تشعر بانه انت عم بتعيش الحداثه، يعني مثل ما بتطلب دليفري بالابلكيشن، مثل ما اليوم بتسمع الراديو على الابلكيشن، بتحضر تلفزيون على الابلكيشن، تاخد اخبارك على الابلكيشن، انه كمان بتطلب التاكسي على الابلكيشن. انا هيك بشوفها يعني. كمان كمان فيها انه نحن هلا حياتنا بهالعصر حياتنا كثير سريعه وبدنا نوفر وقت، هيدي خلال ثواني بكون طلبت. نعم. سياره هو بيكون متجه. والدفع امتى بيصير؟ اول ما تطلع اول ما تحجز او بس توصل؟ بس توصل، اول ما تنهي الرحله بنسحب من الكريدت كارد. نعم. كان عم بيقول استاذ عبد الامير نجدي انه ما عندكم رخصه تشتغلوا بلبنان. بلا، نحن مسجلين بلبنان اوبر لبنان، ونحن عم نشتغل مع سيارات العموميه. نحن شو عم نعمل؟ عم نزيد عليهم مصدر دخل، عم نزيد عليهم طلب. يعني هو مدير، كل واحد كل سائق اوبر مدير على نفسه، بيتحكم بوقته. انت ما بده بيفوت اونلاين ليستقبل طلبات اوبر. نعم. انت ما بده بيطلع اوفلاين. نعم. يعني في يشتغل ساعتين ثلاثه بالاسبوع، في يشتغل 100-120 ساعه. نعم. بالاسبوع، بالليل بنهار على راحته، هو بيتحكم بوقته مثل ما بده. نعم. رئيس، وعم بيقول انه عم تشتغلوا ما بعدكم مع ناس ما عندها نمر عموميه. لا ما لا عم نشتغل مع رئيس نيابة أصحاب مكاتب السيارات العمومية شارل أبو حرب اللي بتعرفوه أكثر من خلال تشارلي تاكسي، بيقول إنه أوبر شركة وهمية والمواجهة معها رح تكون عبر القضاء. قانون النقل اللبناني بيسمح لكل شخص بده يمارس نهجة نقل الركاب على صعيد شركة أو مؤسسة إنه يكون في 51% من المساهمين هن اللبنانية، وبيلزموا بعشر نمر عمومية تكون ملك الشركة، وبمكتب 35 متر، وبموقف بتسع لعشر سيارات عمومية. أوبر فتت على بيروت، أسست شركة وهمية بمية بالمية من المساهمين بقلبها هن جنسيات غير محددة، هيدا سجل التجاري تبعهم يلي بيظهر انه هن ما عندهم ولا اي سهم لأي شخص لبناني، وانه أوبر حساباتها المصرفية كلها خارج لبنان. أوبر خارج النظام المالي اللبناني، ما بتخضع على الضرائب اللي بيخضعوا لها شركات النقل اللبنانية، ما لنا داخل بالتفاهة، ما عندها رقم تليفون ممكن تتصل فيه وتراجع بأي شكوى بقلب لبنان، ما عندها سيارات بتملكها، وما عندها السلطة الواقعية على الأرض. أوبر هي شركة وساطة مش أكتر. فأوبر هي بالواقع بالسوق النقل اللبناني هي مشكلة كتير كبيرة، عم بيعاني منها كل السائقين العموميين، وعم بيعانوا منها كل أصحاب شركات النقل وكل أصحاب أساطيل النقل وكل نقابات السائقين العموميين. أوبر مش فايتة لحتى تنظم سوق النقل اللبناني. أوبر هي خطر داهم على كل المواطنين. بمجرد ما أنت تحط رقم حسابك وتعطيه البرميشن لأوبر أنه يسحب المبلغ اللي هو بريده من دون ما يرجع لك، من دون ما يأخذ موافقتك، نحن تقدمنا بشكوى قدام النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، وللأسف القضاء اللبناني ما أخذ هالشكوى على محمل الجد وضب بأدراج سجلاته يلي بتساع كتير، وبالتالي نحن عم نتضرر أشد الضرر من جراء إهمال القضاء اللبناني لمطالباتنا المتكررة. هن هدفهم ينزلونا على الشارع، نحن مش رح ننزل على الشارع، لأن نحن وقت اللي رح ننزل على الشارع هن اللي حياخدوا الاسم اللي هن بدهن اياه. نحن رايحين عليهم بالقضاء، فاتحين عليهم اكثر من جبهه بالقضاء لحتى القضاء اللبناني يقدر يحكي كلمته ونقدر نوقف هالتطبيق باقرب وقت بلبنان. مارك، هل وصلتلكم اي شكاوى او دعاوى قضائيه؟ ما في ولا دعوه هلا ضدنا. ولا دعوه؟ ولا دعوه ضدنا، ونحن هدفنا اكيد ما ننزل حدا على الشارع. نحن بنشوف انه منافسة صحية، منافسة. نعم. لمصلحة الركاب. انتم ما تبلغتوا بأي دعوة؟ انتم ما تبلغتوا بأي دعوة قضائية؟ كان عندنا دعوة وراحت. وراحت ليه؟ حلينا لأنه عم نشتغل تحت سقف القانون اللبناني. نعم. طب
هل في قنوات اتصال بينكم وبين النقابة يعني وأصحاب شركات سيارات التاكسي؟ أكيد المدير العام حكي كذا مرة مع نقابة التاكسيات بلبنان. شو عم بيقولوا لكم؟ نحن ما عندنا شيء نخبيه، ومن نحن بعد مثل ما قلت لك عم نشتغل تحت قانون لبنان. نحن عم نشتغل مع تاكسيات، عم نزيد عليهم طلب، هو عنده سيارته وعنده شغله، عم نزيد عليه طلب مصدر دخل. نعم، شكرا لك. نحن رح نفتح نقاش حول هالموضوع لانه عم نجرب يعني نرصد كل التحولات. بدي اقول انه اذا كل حدا بيحب يعيش تجربة اوبر في يجربها، واذا عندكم اي شكوى من اوبر كمان فيكم تحكونا لانه فينا نتابع بهذا الموضوع جمعة المقبلة، لانه فعلا كل نظم حياتنا عم تتغير وأوبر هي وجه من هذا التغيير. منتابع الموضوع جمعة المقبلة. إذا عندكم أي شيء بتحبوا تقولوه عن هذا الموضوع استراحة ونرجع. صارفين زيت جيما. بعد الفاصل في دريم ماتشر، غالب يحقق حلم مارك في تعلم اللغة العربية عبر الخط العربي. للتواصل مع زفان الخط الساخن 71-106-111. لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. عودة أخيرة وبآخر فقرة لليلة رح نناقش التلفزيون، شو عم بيصير وليش، وهل هي أزمة التلفزيون عم تنعكس على مضمون البرامج أم هي أزمة مضمون وما بقى في شيء نتسلى فيه إلا بعض، وماذا عن ظاهرة التلفزيون يشاهد التلفزيون. لنحكي عن هالموضوع رح أرجع رحب بالزملاء صاحب شركة الميديا للإنتاج التلفزيوني إيهاب حمود، أهلا وسهلا فيك، والكاتب في موقع المدن رجاء عودة كمان أهلا للمرة الثانية. كان لازم يكون هلا عنا وقت 20 دقيقة لنحكي نناقش هذا الموضوع، بس مع الأسف ما عندنا كتير وقت، مش هناك بدنا ناخد رؤوس أقلام. حق عليكم أنتم ما حسمتوا لنا إياها ببداية الحلقة. خلينا أول شيء نتوقف مع هالتقرير ليوجز عن شو عم نحكي. أتمنى لكم سهرة ممتعة ومسلية مع برامج سمكة حارة. من سامي خياط بمنتصف الثمانينات ونقده لبرامج تلفزيون لبنان عبر شاشة الـ LBC. موعدكم الآن مشاهدي الأعزاء مع نشرة كاملة للإعلان إلى سكتشات البرنامج الكوميدي الشهير أسأل شي على شاشة الـ MTV بالتسعينات، واللي تناولت أشهر حلقاته البرامج التلفزيونية على كل الشاشات. قبل منوجه تحية للمخرج ومنشوف كمان شو بيربح معنا. ماري المخرج بسلم عليكي وبقلك انه مش ربحان غير شوفتك. الى عصر الاعلام الفضائي والجدران يلي اقيمت حول الشاشات بحيث كان ممنوع حدا يظهر من شاشة على شاشة تانية، الى نديم قطيش ببداية العام 2012 يلي بيحكي السياسة عن طريق مراقبة البرامج التلفزيونية. كلكم واللي شفتم بارح على قناة المنار كوم تاني. الى طوني خليفة على الجديد يلي ترك أعلى نسب المشاهدة ببرامج الفضائح، إلى الحكي عن التلفزيون وبرامج التلفزيون. أرزي شدياء، نسرين زواهرة، مارسيل غانم، جورعد وغيرهم كانوا هالأسبوع وحوش الشاشة ببرنامج منا وجر على MTV. 30 سنة من التلفزيون اللبناني هو وعم بيشاهد يراقب ويتمسخر على حاله بحاله، وبهالثلاثين سنة ما فينا إلا ما نتوقف عن زاوية على السريع الأسبوعية بدليل النهار من سنوات، واللي اشتهرت باصطياد الأخطاء على شاشة التلفزيون. أول من ذكر اسم الجديد باستفزاز كان عنتر الذي يظهر عندك على الشاشة وما حدا بيرده لأنه عنتر. وإذا كانت الموضة بالعام 2012 هي تبادل الاتهامات بالفساد بين البرامج والإعلاميين، موضة العام 2016 هي تعليق البرامج على بعض البعض، والأبرز بهالإطار برنامج من نوجر مع بيير رباط على MTV يلي فينا نعتبره وجه الظاهرة اللبنانية بفرمة فرنسية بتجمع بين المزح والجد وبين اللعب والتكريم. طلعت أوبرا بتحضر عبده الحلو على OTV. وبما أنه المستوى بيختلف من برنامج لبرنامج تاني، وبما أنه في الجيد وفي البزاري، في التقليد وفي تقليد التقليد،
اللي صاير اليوم انه كل التلفزيونات عم تحكي عن بعض بظاهرة عم بتسميها الصحافة برامج النقد التلفزيوني على التلفزيون. بمسلسل أجيال عالجت موضوع المثلية الجنسية. بكل الأحوال وبما أنه بزمن الأزمات المالية والأخلاقية كل شيء مسموح، بيبقى السؤال لوين رح نوصل ببرامج التلفزيون يشاهد التلفزيون، وشو هو سبب رواج نظر التلفزيون إلى نفسه بالمرآة؟ شو هو سبب نظرة التلفزيون إلى نفسه بالمرآة؟ هلا إذا بدي أعطي مثل تاني عالمي وحتى عربي على التلفزيون كيف عم بيراقب نفسه، بوصل لبرنامج الكنبة اللي هي تجربة انعرضت على التلفزيون العربي، ما أخذت صدى محلي ولكن يعني في هيك صدى عربي حولها. إيهاب هو اللي أنتجه، شركته إن ميديا أنتجوا هذا البرنامج. الفكرة تبعه بيصوروا عالم هن وعم بيحضروا تلفزيون وبياخدوا ردود فعلون وبيكونوا العالم من كذا بلد، وآخر مرة عم نشوف يعني كانوا عم بيعلقوا على إحدى فقرات هيدا البرنامج. ليش اليوم التلفزيون عم بيشاهد التلفزيون إيهاب حمو؟ في مجموعة من الأفكار هيك كل الوقت عم يجربوا يطلعوا أفكار جديدة، وبتعرف هي موجات، موجة من سيربح المليون، موجة الرياليتي تي في، وهلأ الموجة الرياليتي تي في الأبسط، ومنها كان البرنامج يلي اسمه جوجل بوكس يلي طلع بإنجلند وصار هلأ فوق 35 دولة عم تعرضه. ليش؟ لأنه كل الوقت أنت بحاجة لمادة للتلفزيون، والمجتمع الغربي المكنة تبعيت التلفزيون تبعيته متطورة بشكل بتضل تنتج أفكار وبتمول إنتاج أفكار للاستهلاك كتير أحسن من عنا. مشان هيك كان جوجل بوكس يلي صار الكنبة وصار ذا كاوتش بأمريكا وبفرنسا وغيره. طيب بلبنان ليه اليوم عم نعمل مراية لبعض؟ ليك مثل ما قلت لك هو فكرة بتبلش تجر بعضها، وهذا مش بس بلبنان، بكل العالم. لأنه مؤشر على شو يعني؟ لأنه حدا لقط فكرة زبطت بصيروا الناس يجربوا يعملوا مثلها بكل بساطة. روجي شو رأيك؟ هلا أنا برأيي إنه يعني من جانب الإنتاج مثل عم يحكي صح 100%، ولكن من جانب تاني كمان وهذا شيء له علاقة بسؤالك إنه ليش اليوم؟ إذا صح هذا السؤال، وليش اليوم؟ أنا برأيي كمان لأنه بمطرح من المطارح عم بحكي محلياً، هلا ما عم بحكي إنه على رقعة كبيرة، إنه ليش بالآخر اليوم عم بتروج هيدي بعد برامج كتير كبيرة، توقعات وما بعرف شو راجت اليوم عم تروج، لأنه كمان التلفزيون بلبنان عم يشهد نوع من يعني بالآخر عم يصنع مادة رسي على الآخر كرمال يضلوا قائم أو باقي على قيد الحياة يعني. فبالتالي يعني إذا من وجهة نظر تانية هيدي الموجة من البرامج بتدل إنه في أزمة بالآخر بهيدي التلفزيونات بالإعلام المرئي، وهيدي الأزمة بيحاول هذا الإعلام المرئي إنه يكابر عليها ما يقر فيها إنه لا نحن بأزمة. هو فعليا هو التلفزيون المحطات بأزمة، ودليل على ذلك إنه هيدي الموجات وغيرها، موجات النكت وما بعرف شو، وبس مكابرته على هيدي الأزمة عم تخليه يقفل على حاله، يغلق على حاله ويتناول حاله، عرفت يعني؟ أنا ما بشوفها نقد ولا بشوفها مشاهدة، بشوفها بالآخر نوع من إذا بدك من النميم الظاهرة على الشاشة. لأنه كمان التلفزيون قد ما طلع لبرا توسع لخارجه نسي إنه في جوا كمان في عنده مادة جواته ممكن كمان يلعب ورقة ورقة. حجبتني النميمة الظاهرة على حاله، هل هي كمان إنه التلفزيون يعيد إنتاج نفسه؟ لأنه ربما يعيد إنتاج أحشائه إذا حاسين إنه إذا التلفزيون حاسس حاله بخطر اليوم، ومن شي سنة كان حيل لحدا يعمل حيل تفنجي على السوشيال ميديا كنا ناخده وكل البرامج تصير عم تحكي فيه، واكتشفنا آخر شيء إنه العالم عم تضحك علينا، يعني حدا يحط فيديو إنه عم ياكل قتلة ويطلع عم يمزح ويورد كل البرامج. هل هو التلفزيون يستفيق إلى نفسه ليقول أنا موجود وأنا أقوى؟ يستفيق إلى نفسه كلمة يستفيق مش كتير دقيقة يعني، ولكن يأكل أحشائه، يأكل أحشائه. إيه في تأكل للتلفزيون يعني، كأنه الإعلام المرئي عم يأكل نفسه ومعتقد على اعتبار أنه هو عم يعطي لحاله أكسجين ليبقى على قيد الحياة، ولكن هذا الشيء منه بالآخر منه أول شيء صحي، لأنه منه دقيق، منه نقد إعلامي يعني. اللي عم نشوفه نحن اليوم بكذا برنامج عرضتوهن هلأ أبدا منه نقد، هذا
يعني مسخرة على الآخرين، أنه عطول صار في برنامج بس بيلتقط أخطاء الآخرين، واللي بيلتقط أخطاء الآخرين واللي عاش أخطاء الآخرين بالآخر هذا ما يعني شغلته يعطي دروس للآخرين أنه أنتوا مالكم، أنه أنتوا عم ترتكبوا أخطاء، أنتوا عم ترتكبوا أخطاء. أول شيء هذا قتل الحياة بوسط الإعلام المرئي، تاني شيء ما فيهوش الواحد يكون ضل يكون برنامجه على يعني عايش على فتات الآخرين، فتات الآخرين وعلى أخطائهم يعني، ولا وكأنه بمطرح من المطارح مقلب الآخر لهذا الفعل أنه ما عنده شيء يقوله. وفعليا الإعلام المرئي بمطرح من المطارح ما عنده شيء يقوله، يعني الإعلام المرئي بالآخر عم يزت لك يوميا أخبار عاجلة وأحداث، أو عم يصنع لك أحداث الناس منا بحاجة لإله. وهذا الشيء كتير يعني كتب عنه وتشبه بمفهوم الحب عند جاك لاكان. جاك لاكان بيقول إنه الحب هو حدا ما عنده شيء عم يعطيه هذا الشيء اللي ما عنده إياه لحدا منه بحتاج لإله. وهيك ماشي الإعلام المرئي إنه بيعطينا إشياء نحن منا محتاجين لإله، إنه وخاصة انطلاقا من فكرة إنه اليوم طلع مقولة بالإعلام المرئي، مقولة إنه بدنا الناس تضحك. إنه إيهاب شو رأيك؟ أنا بحبه بوافقك كتير بحبه. إيه لا أنا بوافقه وبخالفه ببعض المحلات. بوافقك إنه في أزمة بالتلفزيونات طبعا، بخالفك إنه هالقد في نظرية إنه هالقد التخطيط شغال طبعا بيسكر على حاله يعني. إيه انت لا لا ما هي منا تخطيط ابدا ولا بتصير الامور قصد، عم بتصير الامور بدون قصد صراحه. صح لانه في ازمه مزبوط. اذا بتلاحظ البرامج يلي عم تتناول ماده الكوميديا بطريقه ساخره هي برامج انتاجها ما بيكلف كتير مصاري. نعم. طب هاي البرامج اللي كانت عم تتسلى قبل بالناس عم تتسلى فيها على السوشيال ميديا. أوكي. يعني كان اكبر مثل هي هيدا اللي عم بيلف الورق العريش بلسانه يحط لسانه ويسكرها، ونعمل فضايح وبرامج وساعات تلفزيونية انه الاستهتار وصحة الناس، وين وزارة الصحة وين وزارة الاقتصاد وين نقابة المطاعم. اخر شيء طلع واحد عم يتسلى وحتى وفوت كتير عالم بالحياة. هل اليوم التلفزيون عم ينتقم من السوشيال ميديا ومثل ما قال عم بيسكر لحاله؟ ما بعتقد. عم يعني صراحة عم نحط بلانينج كتير موجود بإدارة التلفزيونات، هو مش موجود، إن عم بيجربوا يعيشوا أزمة أو يتخطوا أزمة أو يديروها بأنسب طريقة. يعني لا التلفزيون بيقدر يسكر ويفلل العيال اللي بتشتغل بقلبه، ولا بيقدر لا. انه يجيب مصاري من لا شيء، فعم بيجربوا بمجهود او عوده الاعتبار. لا قصدي انه هان تسكيره على نفسه، بمعنى انه تسكيل هذا الحق الاعلامي المرئي انه بصير يتناول نفسه، المحطه بتتناول الثاني بالاخر، ولا كانه ما فيش له برا هذا الاعلام. لا. لانه كمان لا المسخره المسخره الناس بتحب تحضر مسخره، هذا للاسف يعني. ما ديل ما بتوافق عليه ولا لا؟ بس ما ديل ما كنا يعني السرسره عاده كانت تصير عمين فنانين ورقصات ومدري شو، ما ديل ما تصير هيدي على مجتمع الفني صارت عم بتصير على حالنا يعني. مذيعين عم يتمسخر على بعض. التلفزيون هو جزء اساسي من حياه الناس، يعني انت بتمشي بالشارع بتحكي طقس، بتحكي سياسي، وبتحكي شو شفت على التلفزيون. فالببليك فيسز يعني بتطلع على التلفزيون صاروا مشاهير مثل المغنيين ومثل الناس الثانيين. انا بدي اشكركم، النقاش فينا نكفيه وفينا نمتد ساعات، بس مع الاسف في اعلان هلا بدنا نتوقف. هاي من ازمه التلفزيون. نتوقف مع برنامج لمصدى، وانا انتهت الحلقه. الى اللقاء.